شهدت مباريات المجموعة الأولى بشمال وجنوب الصعيد في الجولة السابعة العديد من النتائج غير المتوقعة، حيث وصل قطار الأسيوط انطلاقاته دون هوادة، وحطم قيود كيما أسوان بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في عكر داره، بينما ابتعد سوهاج عن المنافسة بعض الشيء بعد تعادله السلبي مع البداري متذيل جدول المجموعة في مفاجأة كبيرة. وتراجع الألمونيوم للمركز الخامس بعد تعادله مع بني سويف بهدف لكلا الفريقين، ودخل تليفونات بني سويف لعبة المنافسة على المراكز الأولى بعد الفوز على ناصر الفكرية بهدفين، والتحق الجونة بالمربع الذهبي بعد الفوز على شباب طامية بهدف معلنا عن هويته في المنافسة، واستعاد قنا ذاكرة الانتصارات وهزم طهطا في ملعبه، ومارس الفيوم هواية التعادلات ووصل للتعادل الخامس مع المدينة الذي يتبعه بعد وصوله للتعادل الرابع، وحقق المنيوية أول فوز لهم هذا الموسم وهزم الوسطى بهدفين ووصل للنقطة السادسة. تابعنا مع حضراتكم طبعا تقرير عن مجموعة نهاية الأسبوع السابع المنتهى بالفعل، ومفيش أي مفاجآت أو جديد فيه إلا أن بعض الفرق حققت أول انتصار، وعلى سبيل المثال طبعا إدمينيا مع كابتن شديد قناوي حقق أول فوز ليه وانتصار ليه، وأن الأسيوطي متصدر هذه المجموعة للأسبوع الثاني على التوالي، بالإضافة كنا لسه قاعدين بنتكلم مع الكباتن أن تليفونات بني سويف هو لغاية دلوقتي الحصان الأسود زي ما احنا بنقول بعد مرور 7 أسابيع بسبب طبعا المشاكل المادية وقلة الإمكانيات المادية اللي عندهم، ولكن مستمر وبيناطح، يعني هو في المركز الثالث في مجموعة صعبة جدا، هو ده المفاجأة حتى هذه اللحظة. هنتكلم أكتر عن المجموعة الصعيد والنتائج والمباريات، وهل لغاية دلوقتي النتائج تقدر تخدعنا ولا ابتدت الملامح الأولية ابتدت تبان؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا الكرام، وخلونا نبتدي طبعا بأكبر حد يعني قامة وقيمة معانا النهاردة، كابتن صبري منياوي. كابتن صبري تحياتي. الله يخليك يا كابتن فايز. أخبارك يا كابتن؟ كله تمام. كله تمام الحمد لله. الحمد لله شكرا لله. هنطول مع حضرتك شوية بقى النهاردة. تحت أمرك. الله يخليك يا كابتن صبري. هتضيع ماتش صراحة يعني. وضيف سعيد ان هو موجود معايا علشان كانت اولى حلقات استاد بلدنا كان هو متواجد معانا، ومن ساعتها اسمه في بالي على طول، كابتن عماد دربالة. كابتن عماد تحياتي واهلا بيك. اهلا بيك بس فايز، وانا بشكرك ان انت دايما بتذكرني بالخير معاك في البرنامج، وسعيد جدا ان انا معاكم تاني، وطبعا مع كابتننا الكبير كابتن صبري والنجم كابتن حسن. اشكرك انت حرقت لي كده حسن. ما خلاص انا اعتبرني ما قلتش. ومعايا كمان كابتن حسن جمعه طبعا واحد من نجوم نادي الجونه ومدير كره هناك كمان، بسم الله ما شاء الله، يعني لاعب ومدير كره وهداف كمان نادي الجونه. منورنا كابتن حسن. اهلا بيك، وانا مبسوط ان انا موجود معاكم مع كابتن صبري وكابتن عماد. الله انت واخد لون تمام يا كابتن حسن. الشمس هناك ايه؟ طبعا الجونه طبعا. منورنا وان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. كابتن صبري سريعا قبل ما نخش تفصيليا بقى في المجموعه، الجدول الترتيب على ما اعتقد معاك لو بصينا كده، هل الترتيب حتى الان ترتيب طبيعي؟ هو ترتيب منطقي. الاسيوطي هو اكبر الفرق استقرارا وصرفا على الفريق، وهو الاحسن استخداما لنجوم لعيبه ممكن ما يبقاش ليهم اسماء لكن هي لعيبه بتأدي وبتنجح، وطبعا معاهم الكابتن يعني المدير الفني العظيم كابتن ايمن طبعا زين، ده راجل محترم جدا ومجتهد جدا وربنا بيوفقه لان هو انسان محترم يعني. كابتن عماد اتفضل. وطبعا الحاج محمود الاسيوطي يعني طبعا رئيس النادي عامل شغل كويس، في استقرار يا كابتن، في كيان، وفرهم كل حاجه، في كيان، في فندق بتاعك، في مطعم بتاعك، في ملعبين، ملعبين وهكذا يعني. كابتن عماد بالنظره الاولى كده، يعني انا مش عايز اقول انت قلت قبل الهوا، ولكن انت خمنت قلت ربما الجدول الترتيب يفضل على ما هو عليه لغايه نهايه الموسم، بس انا قلت حتى صعب قوي طويل لسه الدوري، يعني اصلا احنا برضو يعني انتوا ليكم نظره خاصه. انا عارف انا عارف الفرق يعني انا يمكن تعليقا على كلام كابتن صبري، الحاجه الوحيده اللي يعني ايه اللي حواليها نور شويه وشكلها غريب في الترتيب هي وجود المنيا في المركز ال 12 فقط، لكن بقيه الترتيب بالكامل اعتبره ترتيب عادي. يعني انا يمكن طبعا بعد اذن الكابتن صبري يسمح لي ان انا اتكلم كلمه سريعه كده عن فريق المنيا، ان الفريق الكبير عموما يا استاذ فايز بيبقى فريق كبير اسم واداء ونتائج. السنه دي للاسف المنيا محسوب على الانديه الكبيره اسما فقط، نتائج واداء ما بيعبرش خالص عن اسمه، رغم ان هم عندهم قماشه محترمه جدا. انا عارف الكابتن صبري اختار لعيبه شكلهم ايه، وانا عارف معظم اللعيبه اللي لعب معايا في الشرقيه واللي لعب معايا هنا وهنا،
انا صراحه مش عارفين نحط ايدينا على المشكله بتاعه الفريق. ولما هنتكلم عن نتائج برضو لان الناس فرحانه جدا بماتش الواسطه ان شاء الله لما تيجي وقتها. لكن الترتيب انا شايف ان الترتيب هيفضل عادي جدا عدا المنيا مثلا. المنيا على وضعها الحالي هتفضل برضو كده لان فرحه فوزها على الواسطه ما هوش الفريق اللي انت يعني اللي المنيا تفرح قوي بفوزها عليه خصوصا الماتش على ملعبك يعني اما يجي وقته يعني. فانا بقول لك انا يعني حسن كان مختلف معايا بس انا بقول لك هو ده الترتيب بتاع نهايه الدوري. يعني نروح بقى لحسن وحسن ليه راي مختلف وكلامك معانا ان لا الكبار هيوقعوا بعض. اكيد اكيد انا كنت بختلف مع الكابتن عماد في النقطه دي. انا شايف ان الجدول هيتغير فيه مش ممكن مش هيتغير كله لكن هيتغير في بعض الحاجات. يمكن انا شايف انه تحت ممكن مش هيتغير في حاجات كتيره لكن فوق هيتغير في فرق هتطلع فوق. انا شايف الماتشات المباشره بين الفرق الكبيره هتحدد حاجات كتيره بالذات الماتشات الاسيوطي. ماتشنا اللي جاي مع الاسيوطي هيحدد حاجات كتيره في شكل الجدول. لسه احنا باقي لنا ماتش والالومنيوم باقي له ماتش والمنيا انا بعتقد ان المنيا هيبقى كويس وهيحسن من نتائجه وانا شايف ان هو ممكن يطلع فوق. برضو الفيوم فرقه كويسه جدا انا شايف برضو انها ممكن هتعمل نتائج كويسه. انا شايف ان الاسيوطي هيقع ان شاء الله الفتره اللي جايه وهيختلف شكل الجدول. مش راي حسن مدير الكوره ولا اللاعب؟ لا المعجون هو قصدي الاسيوطي هيقع مع الانديه. طبعا هيقع مع الانديه الكبيره طبعا طبعا. احنا لسه في الاسبوع السابع صح وحتى الفرق الصغيره حتى الفرق الصغيره هتوقع ناس كتيره بالذات الماتشات اللي بره خارج الارض في ملاعب مش كويسه في حاجات كتيره في ظروف بتبقى مختلفه. انا شايف انه الفرق الكبيره في الماتشات اللي بره ممكن تقع. كابتن عماد بما انك قريب من كابتن ابو العينين شحاته وانا عارف انكم على تواصل. غريبه الفيوم خمس تعادل على التوالي ومش ماشيه معاه يعني حتى الاهداف نسبه التهديف بتاعته ضعيفه قوي. الفيوم اساسا السنين اللي فاتت كلها فريق بيصارع هبوط يمكن الكابتن صبري هيعيدني في الكلام ده ما هوش الفريق اللي بينافس يعني الوضع اللي هم فيه حاليا ده مع الكابتن ابو العينين ده وضع حلو جدا والله صح يا كابتن صبري يعني الفيوم السنين اللي فاتت كلها دايما في ديل الجدول ده دلوقتي ده هم كابتن عماد ان لعيبه الفيوم لعيبه كويسه جدا ومميزين زي محافظه الدقهليه والحتت دي تمام عندهم لعيبه كويسه جدا بس طبعا انا عارف ان مفيش امكانيات وهو عارف الكلام ده كابتن عماد مفيش امكانيات خالص الوضع اللي هم فيه مع الكابتن ابو العينين ده حاجه حلوه جدا على فكره ان هم ده خلي بالك ان هم محسوبين من ضمن الفرق القليله جدا في الثلاث مجموعات اللي ما خسرتش مظبوط وده في حد ذاته انجاز يحسب لابو العينين شحاته ولاعيبته صح يعني ده وضع الفيوم ده طبيعي طبعا ده كويس طبيعي جدا ده حلو جدا ده كويس جدا انت خلي بالك ان انت السنه دي الدوري عشان ثلاث مجموعات والمجموعه كبيره صح الفرقه اللي بتبقى في الجدول من فوق في العشر الاوائل بتعتبر نفسها عملت انجاز فكون ان الفيوم فيها طبعا الفيوم فريق محافظه وفريق كبير ولكن الامكانيات بتاعته مش الامكانيات الكبيره زي الاسيوطي ولا زي سوهاج مثلا رغم انها فرقه محافظه زيها فانا بشوف ان ده انجاز كبير جدا للكابتن ابو العينين صراحه. طيب كابتن عماد فتح معايا موضوع سوهاج هنخش بقى في المباريات وسوهاج زي ما سمعنا في التقرير ابتدى نزيف النقاط يعني هو اتعادل الاسبوع الماضي مع الجونه بدون اهداف مزبوط. بدون اهداف ورجع اتعادل مره تانية مع البداري. لو بصينا على الفرقتين قبل ما يخش المباراه يعني سوهاج تاني المجموعه البداري اخر المجموعه سوهاج اقوى خط دفاع البداري اضعف خط دفاع فورقيا وحسابيا زي ما احنا بنقول دايما لا المباراه رايحه اكتر بنسبه 70 30 لسوهاج ولكن البداري مع كابتن جمال السعيد عرف يتحكم في المباراه خرج من الشوط الاول بتعادل سلبي زود مدافعين زود لعيبه في خط وسط الملعب صعب الموضوع جدا على كابتن هشام عبد المنعم في الشوط الثاني وخرج المباراه كابتن صبري بالتعادل سلبي 0 0 وبرده دي كانت من مفاجات الاسبوع ده. لا مش مفاجات هو حسن قال لحضرتك كلمه وانا دايما انا قلتها لاداره النادي المنيا قبل الموسم ما يبدا وقلتها للعيبه وكنت بقولها وقلتها هنا في الاستوديو على فكره ان الفرقه الصغيره هي اللي هتوقع الفرقه الكبيره مش الفرقه الكبيره بس هي اللي هتصطدم لا الفرقه الصغيره هي اللي هتوقع الفرقه الكبيره في ملاعب يا كابتن فايز صعبه جدا جدا صعبه تلعب فيها ده من زمان يعني البداري من زمان وانا عارف ان ملعبهم مش كويس يعني وطبعا لقله الامكانيات هم الناس ما يقصدوش يعني وطبعا فريق سوهاج بيتمرن على استاد سوهاج من احلى الملاعب يعني لا مش احلى دلوقتي والله ما انا برضه عايز اقول لحضرتك امبارح شفناه كان كويس ما هو بس في الصوره بس هو كويس يا كابتن يعني انا بتمنى انا لعبت في سوهاج ده يعني انا اتمنيت ان كل الملاعب تبقى زي سوهاج يا كابتن صبري ما هو طبعا يا حسن بالنسبه للملاعب الوحشه فطبعا يعني فلازم تخلي بالك ان في بعض الملاعب في فرق مش تقدر تلعب عليها يعني طهطا وانا اتفرجت على طهطا والنصر الفكريه مش قصدي طهطا والاسيوطي برضه الملعب سيء لكن الخبره بس هي اللي خلت الاسيوطي كسب 1-0
وجول يعني مش ملعوب ولا كده يعني. فطبعا انا برضو عايز اقول لك على فريق سوهاج، الكابتن هشام عمل فرقه كويسه جدا ومشوا كويس في الاول وعاملين معسكرين كويسين جدا، لكن في الاخر مفيش فلوس مفيش امكانيات، الملعب يعني بيسوء شويه، حتى الملعب بتاع وزاره الشباب والرياضه يعني، فالمفروض يبقى فيه اهتمام وشغل كويس يعني. فهي الامور بتعكس فريق سوهاج لانه في مجموعه كويسه جدا على فكره. والملعب اللي اتلعب عليه الماتش اللي هو ملعب البداري صعب جدا. فانت لازم تحط ده في الحسبان يعني، ان فريق الفرقه الصغيره اصحاب الملاعب الوحشه هتضايق الفرقه الكبيره وهتوقع الفرقه الكبيره. صح كابتن عماد، يعني لو بصينا البداري اضعف خط دفاع، دخل مرمى 14 هدف، على الجانب الاخر سوهاج اقوى خط هجوم، والنقطة للبداري من سوهاج رغم ان هو من على ارضه ده مكسب بالنسبة لهم على ما اعتقد. طبعا هو بداية هم حضرتك بتقول اقوى خط هجوم، لا هم اقوى خط دفاع، او خلينا برضو نقول بلاش حكاية هو مش خط دفاع يا استاذ فايز، هو احنا بنقول ايه؟ لان الهدف لما بيدخل ما بيدخلش في خط الدفاع لوحده ولا حارس المرمى، احنا بنقول ان الفرقه دي متمركزه دفاعيا كويس. لان انا اول واحد بيدافع عندي هو راس الحربه من فوق، انا لما بيدخل فيا هدف انا بشيل المسؤوليه راس الحربه، انت ما بتعرفش تدافع يا ابني، بدليل ان الكره عدتك انت كخط وصلت لخط النص ومنه لخط الدفاع ومنه للشبكه بتاعتنا. فانا بقول ان سوهاج كفريق بينافس وفريق كبير دفاعيا على مستوى التمركز الدفاعي فريق يصعد دوري ممتاز، لانهم يعتبروا اقوى خط دفاع في كل المجموعات. ولكن على مستوى الانتشار اللي بينقله ان هو يهدف، ده فريق جايب 6 اهداف في 7 مباريات، فبالتالي هو تهديفيا قليل جدا، الحصيله التهديفيه بتاعته قليله. انا شفت ماتشهم مع الجونه، والكلام اللي هقوله مش عايز الناس تزعل مني، ان انا الناس في سوهاج برضه حبيبه جدا، احنا يعني الكلام اللي بنقوله كمحبين للانديه دي، وبنحاول ان احنا لو حد فينا شاف حاجه سلبيه بنساعد في تصلحها يعني. انا شفت ماتشهم مع الجونه، الجونه شباب صغيرين وحسن عارف الفرقه كويس بيجروا منتشرين حلو جدا، مجرد ان هم بيستلموا الكوره في ثانيه واحده بينتقلوا من الدفاع للهجوم، في ثانيه بتلاقيهم ال 18 بتاعهم على ال 18 الثاني. سوهاج مش كده، سوهاج تحس انه حصان عجوز منتشرين في الملعب كويس وبيتمركزوا كويس، ولكن بينقلوا الكره بسلو موشن، مش عارف اقول لك يعني، على ما بينقلوا الكره من 18 بتاعهم من نص الملعب بيكون فرقه الجونه كلها اتمركزت في ال 18، فصعب جدا ان هم يقدروا يجيبوا هدف، وبالتالي يعني البطء الحركي دوت مأثر كتير جدا على نتائجهم، بدليل ان هم لغايه دلوقتي عندهم 3 تعادلات وخسرانين لغايه دلوقتي 6 بونت في 7 ماتشات، انت لو مشيت على نفس المعدل ده لنهايه الموسم مستحيل تصعد. كابتن حسن، انت لعبت سوهاج، سوهاج برضو زي ما احنا بنقول فرقه كويسه واقفه على رجليها، ولكن عندهم مشكله في الناحيه التهديفيه او نقل الهجمه من خط الوسط لخط الهجوم، هل تتوقع كابتن هشام ممكن خلال الفتره الجايه بنزيف النقاط اللي ابتدى يحصل ممكن يتدرج الموضوع سريعا؟ بص يا كابتن، هو يعني زي ما قال الكابتن عماد، فرقه سوهاج فرقه كويسه جدا، هم بيلعبوا بطريقه معينه، بيدافعوا كويس جدا، بيجيبوا جون، وبعد الجون يا كابتن بيدافعوا كويس جدا، هم بيلعبوا كتله واحده في الملعب، يعني بيهاجموا مع بعض ويدافعوا مع بعض. صح، هم معدل هم بيلعبوا بخبره شويه، لكن لو فرقه لعبتهم زي ما احنا لعبناهم، يعني احنا لو كان في شويه توفيق في الماتش كنا هنكسب جون واثنين وثلاثه. انا شايف ان هو السيستم بتاعهم مش هيتغير لان هي طريقه لعبهم كده، وهم يعني انا شايف انهم لحد دلوقتي اجادوا فيها وكويسين فيها، بس ما اعتقدش بالطريقه والاسلوب ده ممكن تبقى فرقه للصعود او الصداره. طبعا لازم يبقى معدل في حلول عنده. طبعا طبعا لازم، هم كفرقه محترمه جدا وهتبقى في المراكز الاولى، لكن ما اعتقدش ان هي هتقدر تبقى في المركز الاول. كابتن صبري، قبل ما نروح نشوف اللقاءات، يعني كابتن حسن قال جمله حلوه، قال لك بيلعب بنظام الكتله الواحده، هل نظام الكتله الواحده ده ينفع في الممتاز بيه؟ هو انا بس هختلف مع حسن، وهم بيعتمدوا على مفتاح واحد بس وهو الباك ليفت، عندهم باك ليفت طويل كده وبشعر وستايل جميل قوي، بلال لعيب كويس جدا ومجهوده جميل وبيعمل اوفر كويس قوي، فهم بيعتمدوا عليه اعتماد كلي. عندهم طبعا احمد المقص في الناحيه اليمين، لكن هو هم بيفضلوا دايما لبلال، وبلال بيشتغل حسن ده محمد بلال الباك ليفت، وحسن الشاذلي بيساعد لعب حسن ده انا كنت بعتمد عليه في الالومنيوم في الدوري الممتاز، كان بيكسر اي فرقه هو وصافي، عند 2 لعيبه كنت ببني عليهم الفرقه، ومحدش اكتشف الكلام ده يعني انا كنت بقى كل طريقه لعب الالومنيوم على حسن وصافي، وكنا بنكسب اي فرقه في الالومنيوم على فكره يعني.
اي فرقه بندغدغ الاهلي والزمالك يعني. فهم انا طبعا ده يعني اكيد مش سر يعني، واكيد كل المدربين اكيد كله حافظ بقى عارفين ان بلال هو المفتاح، فلو اتقفل المفتاح ده خلاص انا بيتهيألي يعني. لان الناحيه اليمنى الجبهه اليمنى بتاعت المقص بتاعت سوهاج ممكن تبقى مقفوله. واحمد المقص جاب فينا جول في المنيا في الدقيقه 40 في الشوط الثاني لما دخل جوه، مش يعني ما تألقش من بره. لكن هو الحل الوحيد والجميل والمنقذ هو بلال عن طريق الشمال. خلونا نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، مباراه البداري وسوهاج واللي انتهت بتعادل السلبي 0-0. وزي ما انا قلت دي نقطه مهمه جدا للبداري ونزيف النقاط لسوهاج. يا ترى الفرقتين كانوا راضيين بنقطه لكل فريق ولا لا؟ تعالوا نشوف. فعلا في استفزاز كبير من من يعني انا اول مره اتكلم بعد 7 أسابيع بتكلم على الحكام، لكن فعلا يعني في لينا ضربه جزاء مش ممكن. يعني احنا لينا 7 أسابيع ما تحسبناش ولا ضربه جزاء، الفرقه الثانيه منافسه كل ماتش ضربه جزاء، وبعد كده برضو دي تاني مباراه يجيبولنا على التوالي، وانا تاني مباراه يعتبر انا بخسر فيها بنطين، تاني مباراه يجيبولنا ضغط من بني سويف. ما ينفعش يجي لنا حكام من بني سويف وعندهم فرق بتنافس، يعني ما ينفعش انا فرق بني حكام بني سويف تحكم لي وانا منافس هناك عندهم 3 فرق بتنافسني، الاسيوطي وبني سويف والتليفونات. وتاني اسبوع على التوالي الاسبوع اللي فات جالنا الكابتن وائل عبد العال وما تكلمناش، الاسبوع ده برضه جينا الكابتن محمد حسان جينا ضربه جزاء واضحه. والله احنا المشكله عندنا برضه في التهديف، يعني حتى في وجود من الزناتي، لكن طبعا الزناتي اثر، لعيب هداف الفرقه يعتبر، لعيب مقاتل، لعيب فيرو كويس. لكن احنا النهارده اقول لحضرتك احنا مغيرين 3 فيرو الثاني، يعني احنا ملاعبين 6 مهاجمين، يعني 6 مهاجمين مع احترامي ليهم المفروض يعني، لكن في برضه في رعونه في تسرع، رغم ان انا بقول لهم العبوا اهدوا، يعني الماتش كله احنا بنهدوهم لغايه اخر، حتى في الوقت الضايع بنهدي اللعيبه، لكن هو برضه الضغط العصبي اللي عليهم هم برضه يمكن اول السنه دي محطوطين في ضغط منافسه من الاول، دي مشكله برضه كبيره انا بعاني منها. ان احنا بنحاول في ضغوط علينا برضه من كنادي جماهيري، فاللعيبه دي برضه اغلبها ما رغم ان هم في عندهم خبرات كويسه، لكن الضغط العصبي مأثر عليهم شويه. ان شاء الله مع مرور الماتشات هيتداركوه ونقدر نتغلب على الضغط العصبي، لان هو الضغط العصبي هم لعيبه كويسين، هم الضغط العصبي هو اللي متسبب في اهدار الفرص السهله دي. يعني في فرص كثيره سهله قدام المرمى بتهدر بغرابه، في رعونه وفي تسرع في انهاء الهجمه. فان شاء الله احنا والله شغالين على الوتر وعلى العمل النفسي ده. يمكن انا من الاسبوع اللي فات كل اسبوع بكلمهم بقول لهم لازم نهدى، لازم نتحمل الضغط العصبي، لازم بلاش التسرع، بلاش الرعونه، ونعمل وشغالين برضو على التدريبات الخاصه والتخصصيه للمهاجمين. انا يمكن انا بشتغل معاهم بنفسي، بنعمل تدريبات للمهاجمين خاصه، لكن ان شاء الله لسه الدور طويل، وبرضو انا كل ثقه في لعيبتي وكل ثقه في انهم رجاله وانهم هيقدروا يتجاوزوا الكبوه. احنا ده تاني تعادل، فقدان 4 بونت على التوالي برضو مشكله، لكن ان شاء الله لسه المنافسه طويله باذن الله. لسه مكملين مع حضراتكم ولقائنا القادم لقاء الجونه وطاميه، يعني وبالصدفه معايا حسن جمعه طبعا لاعب الجونه ومدير الكره، ومعايا طاميه طبعا مدير الفني الاسبق كابتن عماد درباله. والجونه داخل اللقاء احسن فنيا ومعنويا، اخر 4 أسابيع 3 فوز وتعادل وحيد، داخل طبعا عنده 9 نقاط، شايف اللقاء سهل بالنسبه له، بيلعب على ارضه، بيلعب مع طاميه احد الانديه في مؤخره الدوري، وده نفسيا كمان عامل كان مهم جدا للجونه. طاميه على الجانب الاخر كان داخل اللقاء بنقطتين بس، والاسبوع اللي فات كان خسر من كيما اسوان ب3 أهداف مقابل لا شيء، فيعني طاميه داخل اللقاء خلصان شبه خلصان، ولكن الغريب في الموضوع ان الجونه فاز بهدف واحد يا كابتن حسن، وانتم بتلعبوا على ارضكم وانتم متعودين عليه، شفت اللقاء ازاي ومستر ستيفن عامل معاكم ايه؟ وده سؤال بنساله كلنا، مدير فني اجنبي في الممتاز به.
بص يا كابتن، بدايه الفرقه احنا عندنا فرقه كويسه جدا، اكيد كل الناس اتفرجت عليها. احنا بنلعب كره كويسه جدا، بنلعب كره حديثه، بنطلع بالكره من تحت، لعيبه صغيره مع الوقت مع الوقت ان شاء الله هيبقوا كويسين جدا. دي الاهداف، يعني ده الهدف ده محمد صلاح. محمد صلاح يعني لو تويت الهدف كويس دي 39 كمان طبعا. واحنا ضيعنا قبل الكره دي كتير، وضيعنا بعدها. لو تلاحظ من المباريات، مباراه ورا مباراه، الفرقه بتاخد الخبره، لان 90% احنا اكبر واحد يعني 30 سنه كلهم 23-24 سنه. الراجل مستر ستيفن يعني بيحاول يحفظنا ان احنا نلعب كره حديثه، بنطلع من الكره. انت لو تلاحظ احنا بنلعب كره من عند خط المرمى بتاعنا، حتى الجون يعني هو بيبقى مصمم ان الجون يلعب الكره يطلع بالباص، ما فيش الكره الطويله، ما فيش الحاجات دي. انا كنت بطلع في كل بعد كل مباراه بقول ان شاء الله ان احنا بعد كل مباراه المباراه اللي بعدها هنبقى احسن ان شاء الله. وانا بوعد الناس وبقول لك ان شاء الله ان احنا في المستقبل، يعني احنا رابع دلوقتي، باذن الله 3-4 اسابيع هتشوف جونا شكل تاني. الماتش كان صعب، كل الماتشات هتبقى صعبه ملعبك ده ابتدت بدري الماتشات الصعبه. طبعا لان الامور في فرق كتيره مش عايزه تنزل، في فرق عايزه تصعد. موضوع خمس فرق تهبط دي برضو عامله قلق. طبعا فالماتشات كلها هتبقى صعبه. مستر ستيفن بتتعاملوا معاه ازاي وفي الممتاز بيه؟ وده برضو كان سؤال محيرنا شويه. والله هو اشتغل كتير في مصر، يعني هو اشتغل طبعا يعني. هو اشتغل في مسك المنيا ومسك الاسيوطي ومسك بالاس كمان ومسك الجيش يعني ومسك الجيش شويه. فهو يعني تحس ان هو مصري، يعني مش هو بقى له 10 سنين هنا بيتكلم عربي. بيتكلم عربي يعني والله. شويه يعني يفهم. بيفهم اكيد. بيفهم يعني هو في فكره ان هو عايز يغير منظور الكوره في مصر. عايز يصعد بالفرقه، عايز يعمل حاجه كويسه، ان هو يصعد بالفرقه دوري ممتاز ويعمل حاجه لنفسه. هو يعني بيحاول يطبق، هو محاضر كان في بايرن ميونخ كمان، فبيحاول كل يعني كان في اكاديمي. طبعا هو بيحاول كل المحاضرات بتاعتنا وكل ان احنا نعمل كره جديده، كره حديثه، حتى لو احنا في الدرجه الثانيه في اوقات الملاعب عايز يطبق فكر يعني. يعني هو انا شايف الفكر ده يمكن في الدوري الممتاز يا كابتن هيبقى احسن شويه، صح؟ حتى بالنسبه للملاعب، يعني احنا لو شفت نصر الفكريه، احنا حتى في نصر الفكريه رغم سوء الملعب بنحاول نمشي كوره ونلعب كوره كويسه. ان شاء الله ربنا يوفقنا الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا معايا مجموعه لعيبه بصراحه، يعني مش مجامله، علشان انت الكابتن صح؟ مش عشان انا الكابتن ولا عشان مجامله، احنا فعلا لعيبه كويسه جدا. النادي بيحاول على قدر الامكان، يعني احنا يمكن عندنا شويه ضغوطات شويه بس بعد موضوع القضيه والحاجات اللي كل الناس عارفاها، بس كلنا بنحاول، سواء لعيبه، الحاج احمد الصحيفي يعني عامل معانا شخص محترم جدا. طبعا يعني بصراحه يعني الراجل ده حاجه في كل حاجه، في الاخلاق، في كل حاجه، راجل ما شاء الله. يعني معرفته كنز، الكابتن صبري عارف الكلام ده. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق حاجه السنه دي لنفسنا واللعيبه الصغيره دي اللي هي نصها المفروض يعني كانت موجوده في الدوري الممتاز اصلا. ربنا يكرمهم ان شاء الله. انا نفسي احقق حلمي ان انا نصعد ان شاء الله للدوري الممتاز ان شاء الله. كابتن صبري، عايز قبل ما اروح لكابتن عماد، قال كلمه حلوه قوي حسن، قال عايز يطبق فكره وفكر اكاديمي والكلام ده كله، بس في حلقه من حلقات استاد بلدنا قلنا مش كل الفكر الاكاديمي او الاوروبي او العالمي او حتى بتاع الممتاز الف بتاعنا بتاع المصري ينفع في الممتاز بيه. بالظبط. هو في بعض المدربين اما بيكون بيشتغل مثلا في منتخب وينزل لنادي عايز يشتغل نفس الشغل ما بيفشل، او نادي في الممتاز وينزل ممتاز به وعايز يشتغل نفس الشغل بيفشل يعني. فدي طبعا الكلام حضرتك كلام صح 100%، بس انا برضو ليا تعليق على كلام حسن جمعه. معلش يعني الفريق واللعيبه والجهاز الاداري والفني بيستمد الطموح وبيستمد الـ يعني التشجيع من الاداره، صح؟ فانا شايف الاداره يعني اول مره السنه اللي فاتت والسنه دي اشوف اداره نادي الجونه
يعني ما بيصرفوش زي الاول، ما عندهمش السرعه في 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 الموضوع يعني اقل مش ده بالظبط، مش ده نادي الجونه معلش، نادي الجونه يعني لازم يكسب بره قبل جوه صح. ف حتى يعني الامكانيات المعروفه عن اللعيبه كابتن برضو اللعيبه يعني انت اتفرجت امبارح على ريال مدريد يعني اتلتيكو، شوف في لما كانوا مغلوبين في شوف الاول الشوط الاول اتعملوا ازاي في وماتوا ازاي على الجول اللي كانوا جايبينه دفاعيا، وبعدين ابتدوا يشتغلوا تاني من جديد صح، وعملوا ماتش جامد جدا يعني صح. فالحماس اللي موجود دلوقتي مش هو الحماس بتاع لعيب نادي الجون، عشان الكلام ده جاي من فوق من اداره النادي تمام. فانا اتمنى يعني نادي الجونه ده نادي عريق ونادي كبير وياما طلع نجوم، ونادي سموحه فيه 2-3 كويسين جدا، نادي الزمالك فيه 2 كويسين، نادي الاسماعيلي يعني هو موزع لعيبه جامده جدا على الانديه. فانا اتمنى طبعا ان هم يوصلوا الكلام ده للعيبه ويرفعوا لعيبه فوق. مدير كوره يعني هو الكلام ده يعني علشان خاطر كابتن صبري، احنا كنا بنتكلم قبل الهوا على موضوع الاداره والصرف. هو مستر سميح بمنتهى الصراحة يعني مستر سميح ده راجل يعني اللي يتعامل معاي ان هو انسان عادي جدا. هو حصل حالة من زهق كابتن صبري، انا عارف ان هو زعلان وقرفان بالعربي كده، هو زهقان وقرفان يعني بالعربي من القضية واللي حصل. انا مش عايزين ندخل في موضوع القضية، بس هو من الحواديت كلها اللي حصلت حوالين القضية والنزول والطلوع والحاجات دي كلها، فريح دماغه. فهو في حالة زهق كده بس ان شاء الله يعني هو بيسخن السنة دي. بس عايز اقول لك على حاجة، لا لو مش بيسخن السنة دي، لو النتائج ايجابية هو ده. انتوا القايمة قد ايه؟ مقفولة؟ 30؟ لا لا مش مقفولة، 28 في مكانين يعني. وهو على كده بيكلم الحاج احمد وبيسأل على الفرقة ووعدنا بحاجات كتيرة ان شاء الله. احنا حاطين ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله، ان احنا وان شاء الله يكون سمعنا والحاج احمد يوصل له الكلام ده ان شاء الله. هو هيهتم هو مهتم ان شاء الله يهتم بالحاجات اللي بيتكلم فيها. بناء على النتائج انا عارف، انا متاكد بناء على النتائج. طيب ان شاء الله احنا هنقدر نحققها باذن الله. انا عايز اقول لحضراتكم دايما ان الجونه لما بيعمل التص بتاع بدايه المباراه لازم يختار الملعب على او الجنب اللي هو الشمالي بيبقى الهواء معاه، حافظين طيارات الهواء. ودي معروفه جدا في ملعب الجونه. كابتن عماد بسم الله ما شاء الله باين انك مختار اللعيبه على الفرازه اطوال واجسام وكده، بس يعني طميه مش شايفهم راحوا غير بكورتين ثلاثه لغايه دلوقتي في الهايلايت اللي معانا. بص يا كابتن، انا طبعا الاول انا عاجبني قوي كلام كابتن حسن وكابتن صبري عن الجونه. كلام الحقيقه الاثنين بيكملوا بعض في حاجات كتير جدا. انا شفت الجونه في ماتشهم مع سوهاج وكان الاستوديو التحليلي كان ليه تعليق مهم جدا يومها على فرقه سوهاج، ان على فرقه الجونه سوري، ان الجونه تحت اي ظرف وتحت اي ضغط بينقلوا كوره من اول ال 18 بتاعهم. الكلام اللي كان بيقوله الكابتن حسن دلوقتي انا شفت فيهم الكلام ده فعلا. ولما كنت بتقول للكابتن صبري دلوقتي ان هل ينفع ان احنا نطبق الفكر الاوروبي في الكلام ده، قلته لي انا فاكر احنا في اول حلقه لما انا قلت لك انا بلبس اللعيبه ماسكات تنفس، وانا مصر ان لعيبتي تنقل كوره تحت اي ضغط. انا من اول السته منطقه السته بنقل كوره، انا بعد لعيبتي بنفسي البساطه اللي بيعملوها في كل شوط. فيعني انا ليه لا، انا ما دام عندي متوفر عندي القماشه ومتوفر عندي الملعب والامكانيات اللي تخليني اعمل الكلام ده هعمله، لكن مش هقدر اعمل الكلام ده في كل الملاعب. يعني انا هتجيب مثلا فرقه كابتن صبري مثلا بيدرب فرقه المنيا في ملعب الملعب متساوي وحلو وجميل وبيقدر ينقل الكره فيه، هتروح تلعب في حقل الالغام بتاع طميه، ولا في هتلعب على الطويل في نصر الفكريه، عمرك في حياتك ما هتعرف. غصب عنك لازم تاقلم نفسك انك من اول الاسبوع بتلعب كره انجليزي من قبل ما تروح عشان تعرف تلعب الماتش ده. مزبوط. اما فرقه طميه، انت زي ما شفت انا قلت لك انا واخد لعيبه فيهم 10 لعيبه طولهم فوق ال 192 سم ما شاء الله يعني. طب ما دي ميزه فرعنا المفروض دي على هي المشكله طويلة. المشكله في طميه عندهم يعني لغايه دلوقتي يعني المشكله اللي انا عانيتها والكابتن قطب ما زال بيعاني في نفس المشكله بقى. ان احنا عندنا اصابات، الفرقه دي فيها اصابات لغايه دلوقتي. عندك احمد ابراهيم شقيق محمد ابراهيم بتاع الزمالك، لعيب وينج ليفت عالمي مش عارف اقول لك عامل ازاي، سريع جدا ما شاء الله عليه. في احمد هشام كمان مساك كويس جدا، كانوا جايبينه من نادي الزمالك لعيب كويس جدا. في لعيبه ثانيه عنده حوالي تقريبا 6 أو 7 لعيبه مصابين لغايه دلوقتي ما لمسوش الكوره في طميه. يعني تخيل 6 لعيبه يعني تقريبا 60% من قوام الفريق ما لعبوش لغايه دلوقتي. فهو بيعاني جدا. في نفس الوقت هو انا عارف هو بيلعب ازاي، هو بيلعب 4-2-3-1 حاله عدم الاستحواذ بتتنقل ل 4-5-1 عشان يعمل كثافه كبيره في نص الملعب. لكن هو عنده مشكله، عنده ثغره كبيره جدا. انت لو عدت الاهداف اللي دخلت في طميه
انا اكاد اجزم بنسبه 100% ان كلها داخله ما بين الباك ليفت والمساك للشمال، هي نفس صوره. يعني عد دلوقتي الجون اللي دخل في طميه من الجونه، ممكن يجي الاهداف اللي دخلت في ماتش طهطا، الاهداف كل الاهداف اللي دخلت في طميه من ما بين المساك اللي في ناحيه الشمال والباك الشمال كلها بنفس الطريقه. عنده لسه هو عنده مشكله في ان المساكين كلهم مصابين وفي واحد ما تأيدش، فهو عنده مشكله كبيره ما هوش عارف يحلها، هو مش عارف يحلها. يعني في لاعب بيخطئ وعنده نفس الخطا، انا مش عارف اطلعه، ما انا نفسي اطلعه بس مش عارف، ما انا ما عنديش بديل. طب انا هعمل ايه؟ الجمهور بيجي يلومك، انت بتلعب بنفس اللاعب تاني وانت عارف ان عنده بيعمل مصايب في الملعب وبرضه بتلعب. يا جماعه ما انا ما عنديش بديل، اما ان انا اجيب لعيب تاني واوظفه في نفس المكان وبامكانيات قليله وهيعمل مصايب اكتر منه، او ان انا استمر في اللعب بنفس الشخص. طمية والبدالي الماتش اللي جاي الاثنين 16 و هيخلصوا على بعض دول. بس المباراه على البدالي، لا على ملعب على ملعب طميه. عفوا، ما طميه ما بتكسبش في ملعبها. طميه للاسف الشديد خسرت 3-1 من كيما اسوان و3-1 من طهطا، والماتش التالت اتعدت مع الواسطة، فهم ما بيعرفوش ايه نتائجها بره احسن، نتائجها بره الى حد ما افضل، لان هم اولا الملعب سيء جدا، هم متعودين على ملعب ترتان فبينقلوا كره على الارض الولاد، صح، بالتالي بينزلوا في الملعب دوت ما بيعرفوش يمشوا كوره، غير ان الملعب فيه تيارات هواء تمام. اضف لذلك كمان ان اللعيبه عندهم مشكله كبيره جدا نفسيه في تعاملهم مع مجلس الاداره ومع الجمهور، اللعيبه خوفه بطريقه لا تتخيلها، بينزلوا الملعب مش قادرين يشيلوا رجليهم من الارض من الخوف، وبالتالي النازلين مش عايزين يخسروا، مرعوبين. يعني انا حاولت ان انا احل المشكله دي معاهم، ما كانش في حل غير ان انا انزل العب انا، يعني هم نازلين خايفين وما كانش ليا حل صراحه الحكايه دي. واكيد في مدربين كتير جدا بيعانوا من نفس المشكله. يعني شايف الماتش ممكن ينتهي تعادل هما الاثنين؟ خلي بالك ان البداري خدت النقطه بتاعت الماتش اللي فات من سهاج على حس المدير الفني الجديد، لان اول ماتش وكابتن صبري هيأيد الكلام ده، اول ماتش بتبقى الغربال الجديد ليه شده، فهل الغربال الجديد بتاع البدري هيستمر شويه كمان في ماتشهم مع، خصوصا ان الفرقتين بتجرئين على بعض، الفرقتين عارفين ان املهم الوحيد في ان هم يفوزوا على بعض، ياخد 3 نقط، يعني 3 نقط، 6 بونت، ده الثلاث نقط هتنقله 4-5 مراكز، هي دي النقطه بالنسبه لهم، 6 مش 5 مش 3، وبالتالي هم رايحين يخلصوا على بعض، هم الاثنين ماتش صعب جدا. كابتن صبري مش هسال السؤال ده لحسن، الماتش الجاي ماتش تقيل، ماتش الاسيوطي والجونه في الاسيوطي، هو صعب للفرقتين على فكره. فريق الاسيوطي فريق كويس، وبعدين يعني عنده الرغبه ان هو يكسب يكمل، صح، وبعدين عنده ال انتصارات متتاليه ومتواليه ومع فرق، يعني هو ايوه ما قابلش فرق كبيره غير المنيا وكسب 3-2 في ملعبه، صح. لكن اعتقد زي ما قال حسن وكابتن، هو الاسيوطي يا كابتن صبري انا اسف على المقاطعه، قابل طميه في الاول في البدايه كسب 3، قابل قابل الواسطه كسب 5 اللي هي الانديه اللي في الاخر، قابل انا كسب 3 ده في ملعبه، في ملعبه ما هو الماتش الصعب الوحيد من 1-6، من 1-6 ما قابلش لسه ولا واحد من الخمسه اللي قابل كيما اسوان والمنيا، ما هو بقول لك ما قابلش لسه الخمسه اللي تحت، يعني ده الماتش الوحيد يعني. لكن هو انا زي ما بقول لحضرتك ان فريق الجونه بيلعب كوره كويسه جدا وبيوصل وبيعمل كل حاجه، بس ما فيش خربشه، ما فيش مش هيخد الفرقه الاسيوطي. فريق الاسيوطي على فكره فيه 3 مهاجمين او 4 يعني حاجه كبيره جدا، جايبين 12 هدف ال 3 4 دول كمان، لا ده ده ده, ده اللي انا بكلم حضرتك عليهم ما بيلعبوش كمان فيعني الفريق كويس جدا، وفريق الجونه فرقه كوره، بس الولاد دول مش معروفين وكانوا محتاجين اداره النادي، بس زي ما قلت لحضرتك ان هم تشدهم لفوق، يعني الولاد دول عايزين يحسوا ان هم بيلعبوا في نادي الجونه اللي احنا عارفينه وفرحانين بيه قبل كده بصراحه. نادي الجونه بس الجونه عندهم ميزه يا كابتن صبري، ما بيهابوش الاسم الكبير، بمعنى ايه؟ مثلا لو طميه او الواسطه يقول لك الاسيوطي صاحب المركز الاول، لان هم اسم كبير، هم عشان هم كمان اسم كبير، المباراه تبقى بالظبط كده، ما هي يعني هي الفرق بتخاف من الجونه، صح. لكن انا طبعا انا متوقع الماتش هيبقى صعب جدا على الاسيوطي وعلى الجونه، وبرضه كابتن فارس لازم تعرف ان اما الجونه بتلعب في نادي الاسيوطي ما عليهاش ضغط جامد، صح، زي الاسيوطي دلوقتي خلاص الاسيوطي بقى عنده مسؤوليه، مظبوط، فلازم عايز يكسب، يعني غير الجونه ان ممكن تتعادل او حتى لو خسرت مش مشكله بره ملعبها. خلونا نشوف نروح لقاءات ما بعد المباراه، مباراه الجونه وطميه واللي انتهت بفوز الجونه بهدف للا شيء واعتلى مؤقتا المركز الرابع ب 12 نقطه، يا ترى ايه اللي اتقال بعد المباراه؟ خلونا نشوف. Oh.
اولا يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله لا على الفرقه بتاعتنا ان هي مركز قبل اخير ده لسوء حظ احنا قابلناه في ماتشات على ارضنا يمكن الارضيه اللعيبه معظم اللاعبين مش واخدين عليها كويس كده لكن احنا عندنا مجموعه من اللاعبين مميزين وممتازين عملنا ماتش هنا كويس بره عملنا ماتش المنيا كويس احنا النهارده جايين وعارفين ان في فريق محترم اسمه الجونه برده فريق شارك في الدوري الممتاز عنده خبرات عنده امكانيات عاليه جدا امكانيات بشريه وامكانيات ماديه عارفين وجايين ان عارفين ان احنا هنلاعب فريق صعب لكن طبعا احنا مستعدين لان احنا موقفنا صعب وكنا نتمنى ان على الاقل خالص ان يعني ربنا ما وفقناش بالثلاثه بونت ان احنا نطلع ببونت من المباراه دي لكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله والف مبروك لفريق الجونه يعني هو فريق ممتاز وفريق كويس يستاهل المكسب برضه. كنت بتكلم مع اللعيبه على اساس ان في تجارب كتير يمكن في الدوري مجموعتين التانيين كان في الاول بيلاعب الاخير الاول كان بيخسر فقلت لهم يا جماعه انا في الدوري الممتاز جات لي مره رجاء بنقطه واحده كسبني 2-0 الدجله جات لي بنقطه واحده كسبني 2-0 الاتحاد السكندري جالي في المركز قبل الاخير كسبني 2-0 فدايما الفرق اللي انت في الموقع في الجدول بيبقى تحت لازم تعمل الف حساب ليها لان بيبقى ماتشات صعبه وانتوا بتكون مش مركزين بس انا اللي عايز اقوله والله فرقه مركز الشباب طميه بصراحه النهارده عايز يعني من 2003 لحد النهارده طبعا فرق كتير جت لعبت بس كان دوري ممتاز ومتسابقه ودرجه ثالثه ودوري قطاعات انا ما شفتش ادب واخلاق عاليه من جهاز ومن لاعبين بهذا الشكل بصراحه وده اللي انا بتمناه يكون مع جميع الفرق بصراحه حاجه محترمه جدا وانا قلت لعيبه مركز شباب قلت لهم موقعكم ده ما يدلش يعني لعبكم بتاع النهارده ده ما يدلش على موقعكم اللي انتوا فيه ان فرقه كويسه جدا بتلعب كوره كويسه جدا يناقصهم بس التوفيق وربنا يكرمهم فعلا فرقه محترمه والله التعليمات ان احنا الشوط الثاني يعني نسحب الفرقه اللي قدام احنا كنا كسبانين كان مطلوب مننا ان احنا نزود فرقه طميه فرقه محترمه واحنا الحمد لله فرقه محترمه بس ربنا ما قدرش ان احنا نزود في الاهداف بس الحمد لله قدرنا نحقق الفوز يعني ونحافظ على الجون اللي جبناه واحنا بنركز ان شاء الله كل ماتش بماتش والفرقه الطميه فرقه محترمه يعني اتفرجنا عليها كويس ودرسناها كويس والحمد لله يعني وربنا كرمنا في اللي جاي الدوري كله صعب يعني ماتش زي ده ضيعنا فرص كتير قوي يعني بنوصل كتير بس ما فيش توفيق بس الحمد لله يعني ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله لسه مكملين مع حضراتكم مباريات مجموعة الصعيد بعد الأسبوع السابع واللقاء القادم لقاء كيما أسوان والأسيوطي واللي انتهى لصالح الأسيوطي بهدفين مقابل هدف يعني كيما أسوان كان بيحاول على أرضه وعلى ملعبه داخل اللقاء بخمس نقاط على الجانب الآخر الأسيوطي داخل بالعلامة الكاملة 15 نقطة أقوى خط هجوم الكلام ده لما بقوله حضراتكم بيبقى ليه حسابات يعني انا بفكر بحسابات اللعيبه والجهاز الفني اللي بيتقابل الاسيوطي ده داخل بلاعب صاحب القمه ده داخل بلاعب الهدافين او اعلى نسبه اهداف كل ده بيبقى شاغل بال حساب الفرقه طب انا هامن دفاعي طب انا لو فتحت له الخطوط ما هو بيعرف يلعب على المساحات ويعرف يستغلني طب ممكن في 5 ولا 10 دقائق يحرز بدل الجول هدفين وثلاثه وده اللي حصل مع الاسيوطي خلص الشوط الاول 0-0 مع بدايه الشوط الثاني في اول 10 دقائق الاسيوطي عرف يجيب جولين والمباراه كانت صعبه كابتن عماد على كيما نتكلم الاول على الاسيوطي مع الكابتن ايمن الكابتن ايمن طبعا من بدايه الدوري لغايه دلوقتي هو مثبت التشكيل وتقريبا دي يمكن الفرقه الوحيده في المجموعه اللي عندها ثبات التشكيل بالشكل ده وزي ما كان الكابتن صبري بيقول ده عنده فرقه تانية بره فرقه تانية غير دول يعني هو لو طلع ال11 دول ونزل 11 تانيين عنده برده فرقه تانية محترمه وتقيله جدا انا طبعا لعبت ضدهم وشفت هشام نيمار ده لاعب مش عارف اقول لك عامل ازاي لعيب دوري ممتاز محمود صلاح كمان الهداف الدوري لعيب تقيل جدا إيه عنده 2 مهاجمين كمان بره ما لهمش حل في لاعب رقم 8 بيلعب على الدايره بس مش عارف اسمه صراحه رقم 8 ممتاز محروس شعره طويل كده شويه مفلفل كده لعيب هايل احمد معتمد بيقول لك نيمار شارينه من الفيوم السنه دي ب 50,000 جنيه ما انا عارف يعني حلو كمان في اللعيبه اليوم ماتشي مع الاسيوطي يا كابتن الكابتن ايمن سمعته وانا طالع احنا خلصت المحاضره بتاعتنا ونازل الملعب بين الشوطين سمعته بيقول للعيبه بتاعته بيقول لهم كنا متعادلين 0-0 بيقول لهم الاداء اللي انتوا بتعملوه ده مش اداء فرقه عايزه تصعد الفرقه اللي عايزه تصعد العشر لعيبه بياخدوا الكره يدخلوا بها الشبكه يقطعوا الجول يقطعوا الشبكه لو انتوا عايزين تصعدوا لازم اشوفكم رجاله بالشكل ده نزلوا الشوط الثاني عملوا معانا كده وهو ده اللي الاسيوطي عامله لغايه دلوقتي هم عندهم الكلام اللي كنت بتقوله يا كابتن صبري على الجونه دول عندهم سنه العنف والسنان اللي بتعض اللي يخوفك غير ان اسمهم خربشه اصل الجدول اللي قدامي ده يا كابتن الجدول ده ما بيفهمش غير ارقام الاداء والنتائج
قصه ثانيه. الفرقه دي عندها غير ان هم اسم تقيل، هم عندهم اداء محترم جدا واداء ثابت، فرقه بتلعب كوره بشكل كويس جدا وبتعرف تفنش في الجون، بدليل ان هم تقريبا هم اقوى خط هجوم في الثلاث مجموعات، صح؟ اقوى خط هجوم في الثلاث، خط هجوم في الثلاث مجموعات، ثلاث اهداف داخلين فيهم، يعني هم فرقه متوازنه جدا دفاعيا وهجوميا. في المقابل تعالى نتكلم عن كيما اسوان. كيما اسوان على فكره فرقه محترمه، هم اول فوز ليهم، اول فوز ليهم استغلوا ان هم بيلعبوا مع فرقه من الفرق اللي بتصارع معاهم الهبوط تحت، قدروا ان هم يفوزوا الماتش الاولاني بره ملعبهم على طاميه 3-1 3-1. الفرقه دي انا اعرفها من سنين، لان انا مسكت المدينه المنوره ومسكت الاقصر، فانا عارف فرقه كيما، فرقه كيما بلغه الكوره يعني فرقه رخمه قوي على ملعبها، مش اي حد يعرف ياخد منها نقطه على ملعبهم. فرقه بتعرف تدافع عن نفسها في ملعبها كويس جدا، وبره ملعبها بتعرف تجمع نقط. انا اعتقد ان الثلاث نقط بتوع ماتش طاميه وهزيمتهم 2-1، خلي بالك ان هزيمتهم 2-1 من فرقه بحجم الاسيوطي متصدره الدوري، انا اعتقد ان دوت بالنسبه لهم نتيجه حلوه جدا. نتيجه حلوه جدا جدا، يعني هم اتهزموا بصعوبه، هتقدر تقول ان اصل 2-1 1-0 دي نتيجه الى حد ما بتقول لك ان المباراه كانت، الجول بتاعهم جه في الاخر ضربه جزاء، مفيش مشاكل، هي في الاخر تعتبر نتيجه متكافئه، ما دام النتيجه مش 5-0 و6-0 فانت تعتبر بتلعب الى حد ما مباراه متكافئه. فانا بشوف ان كيما فريق هيتنقل في الجدول من مركز ال 13 ده لفوق شويه، مش هينافس، مش هيبقى في المنطقه الدافئه، لكنه مش هيصارع هبوط لاخر الدوري، لا، يعني الفرقه دي هتفضل السنه دي في الدوري. كابتن صبري، لو خدنا او رجعنا كده تشكيلات كابتن ايمن مزين خلال الاسابيع اللي فاتت، ثابت على نفس التشكيله زي ما قال كابتن عماد، ودايما بيلعب باثنين رؤوس حربه ثابتين وصرحة، وده مش المدربين كلهم بيعملوها المواسم دي اللي احنا قاعدين بنشوفها، دايما بيلعب براس حربه، بيلعب باثنين تحتيه، بس كابتن ايمن لا، ليه تفكيره بيلعب باثنين مهاجمين صرحة. هو كابتن ايمن ما شاء الله مثبت التشكيل جدا، وحتى التغييرات قريبه جدا جدا، يعني التغييرات اللي بتنزل بتبقى قريبه، وده بيدي للعيبه ثقه على فكره اللي بتلعب. وبعدين هو بيقول لك الفرقه دي بتكسبني فانا ماشي بيها، صح؟ انا بقول لك في لعيبه، في لعيبه بره لسه ما لعبتش، قال لي دوري ممتاز يعني، ولعيبه جامده جدا جدا يعني. فهو انا اعتقد ان هو تفكيره صح، لان هو بيكسب باللعيبه دي وماشي بيها كويس جدا. وطبعا زي ما حضرتك قلت ان هو بيلعب على الصعود، صح؟ فبيلعب باتنين راس حربه. ولو ان ده مش كلام، ده مش ممكن يبقى، يعني هو ده الهدف من الهجوم الكاسح يعني. لا بالعكس، ده في طرق تانية كتيره جدا بتبقى اشد هو هجوما يعني، لكن كل مدرب بيبقى ليه الشغل بتاعه وليه تفكيره وليه هو يعني هيلعب اثنين ازاي، يعمل لهم سبورت كويس من ورا ازاي، هيوصل لهم كور كويسه، ممكن يبقى عنده باكين كويسين جدا بيعتمد على الكور العرضيه، فلازم يبقى متواجد ناس كده. في ناس ثانيه بتيجي بتشتغل من العمق، صح؟ بيبقوا محتاجين الناس اللي جايه من ورا، فكل واحد على حسب الامكانيات بتاع تفكيره وامكانيات فرقته. وده المدرب الذكي اللي ان هو ازاي يعني يستغل امكانيات فرقته ويستغل ضعف الفرقه اللي هيلاعبها قصادها. بس في نقطه يمكن عايز اعلق على كلمه على موضوع ثبات التشكيل ده، كان المدرب بتاعي في ايطاليا اللي كنت بشتغل معاه مساعد اسمه جالوزي، كان دايما يقول لي حاجه بالايطالي، كان دايما يقول لي نون كامبياري ونا سكوادرا فينشينتا، اللي هي بالانجلش يعني نيفر تشينج ويننج تيم، ما دام الفريق بتاعك بيكسب ما تغيروش. فكنت بقول له طب افرض في ثغره، قال لي برده سيبها سيبها، يمكن الثغره دي شغله الفرق الثانيه ان هم عايزين يجيبوا جول من الحته دي، فبالتالي بتفتح لك ان انت تكسب، خلي فرقتك زي ما هي ما دام بتكسب. كابتن حسن، انا ببص على التشكيلات عندكم، يعني ساعات بتلعبوا باثنين رؤوس حربه صراحه، وساعات بتلعبوهم اثنين وفوق بعض، يعني ممكن تلعبوا محمد صلاح وتحتيه تقريبا يسري عبد الدايم، يعني بتلعبوها ساعات بتلعبوها صراحه وساعات بتلعبوها ورا بعض، هتقابلوا فرقه هجوميا قويه قوي. احنا علشان الكلام الكابتن عماد، احنا الـ 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 الاجنبي اللي عندنا الموضوع مختلف. يعني مش اللي بنكسب بيه تلعب بيه، بالعكس. احنا ممكن عندنا في ناس بتكون جايبه اجوال وبيقعد يا كابتن صبري الماتش اللي بعده. يعني ما فيش اي مشكله، هو وجهه نظره كده، يعني هو ليه طريقه في التفكير كده، لو حاسس انه في حاجه مش مظبوطه حتى لو كسبان 5-6-0 بيغيرها يقعده. طبعا. يعني هو دماغه كده، او مش علشان هو وحش، الماتش ده مثلا عايز حاجة مختلفة. يعني زي ما بتقول حضرتك كده، احنا في ماتشات لعبنا ديفندر واحد وقدامه اثنين، انا استغربت في ماتش فعلا في ديفندر واحد اللي هو كان محمد مظبوط في ماتش جونة والمدينة. اوقات بنلعب بديفندرين وقدامه واحد، اوقات بنلعب بفرودين، اوقات يعني كل ماتش طبيعة المباراة. طبعا
بره الملعب جوه الملعب. مش هتقدروا تلعبوا ديفندر واحد، انتوا بتلعبوا الاسيوطي. لا اكيد 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 ماتش الاسيوطي ليه حاجات ثانيه مش هنقولها طبعا أكيد. بس اكيد في مفاجآت ان شاء الله هتحصل يعني. تمام. بس انا حسن معلش بعد اذنك اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. هو الراجل صح. وانا وجهه نظر ان هو صح. لا 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 مش بالاسباب اللي انت قلتها. اولا اتحاد الكره السنه دي عمل مسبحه للانديه خاصه الانديه الضعيفه زي طميه والحتت دي. 30 لاعب؟ لا ان هم الماتشات كل 3 ايام و4 ايام. فانا شخصيا كنت بغير في الفرقه تريح لعيب 3 4 لعيبه عشان يبقى عنده التشكيل بتاعه. انا في ماتش لعبناه اللي هو طميه ده لا مش طميه المدينه المنوره على ملعب نجيل صناعي ونجيل صناعي وحش كمان يعني الدرجه الرابعه. فالماتش اللي بعديه شلت 5 لعيبه عشان اقدر العب في سواج والماتش بعد 3 ايام وفي سفر. فخلي بالك يا حسن ده احنا الاسبوع ده احنا لعبنا الماتش اللي فات الجمعه صح عندنا ماتش بكره الاثنين بكره أيوة. في الكاس هيلعب عندنا مثلاً. الخميس الاسيوطي ايوه هو هيلعب مثلا يعني حتى برشلونه وريال مدريد ما بيلعبوش ما بيش طبعا ثلاث ماتشات في 6 ايام احسن مع السفر المسافات كمان في 6 ايام من جمعه الخميس ثلاث ماتشات احنا كنا بنناشد والله يا استاذ ده انت لازم تعمل يعني محاضره على الكلام ده يعني جيب ناس خبراء لازم تعمل الكلام ده مفيش ترتيب ولا تنظيم يعني اول كلام يا كابتن صبري ان كاس مصر ما طلعش فجاه يعني كاس مصر المفروض معروف مواعيده امتى والادوار بتاعته امتى فاجئوا الناس ان كاس مصر 2 و3 فنبكر الاسابيع يا كابتن انا ما بتكلمش على دي انا بتكلم على بدايه الدوري الاسبوعين اللي هم الاحتياط الاسبوعين اللي اتعمل بدري شويه اللي بين الدورين والكلام ده كله لا يعني هم عملوا حاجه مش موجوده في اوروبا يعني معلش هم في اوروبا بيلعبوا بعد 4 ايام يعني رابع يوم بيبقى ماتش صح. النهارده في مصر المستوى الثاني في مصر الناس اللي هي سوري يعني بتشحت الفلوس بيلعبوا اليوم الثالث بعد ما فيش ثلاث ايام بالظبط الثالث فكلام ده كلام فاضي خالص. لو اشتغلنا بدري شويه يا كابتن كان كل المشاكل دي اتحلت بالظبط. وهو كان قدامنا شهر كامل كنا ممكن نبدا بدري. المشكله الكبيره مش في المجهود البدني، المشكلة الكبيرة يا كابتن في السفر. السفر بيتعب خصوصا السفر صعب جدا. يعني انا مثلا هروح العب ماتش مثلا في المنيا ولا بني سويف ولا الفيوم ترجع ترد تاني وارجع تاني وارجع واطلع تالت بتبقى صعبة طبعا وبالذات ما فيش طيران. انا استاذنك يا كابتن حسن بس اخد على التليفون الحاج محمود الاسيوطي معانا رئيس نادي الاسيوطي. يا حاج محمود تحياتي وتحيات كابتن صبري منياوي وكابتن عماد دربالة وكابتن حسن جمعة. كابتن فايز وتحيات الكابتن الكبير صبري المنياوي. ربنا يخليك يا حاج. كابتن عماد دلباله. ازيك يا حاج. كابتن حسن جمعه. اهلا وسهلا يا حاج. والبرنامج الجميل بتاعكم. ربنا يخليك. سعدت كل جماهير مصر. اشكرك. اطفال المرسى مطروح دلوقتي يعني امتعتوهم وفي وقت كان الجماهير المصريه والشعب المصري محتاج فعلا اي حاجه يعني ايجابيه مع الحاله الاقتصاديه اللي كان بيعاني منها الشعب. انا بحييكم على مش برنامج ده انتوا طول اليوم شغالين. احنا شغالين 30 يوم في الشهر يا حاج محمود والله 30 يوم. يا ربنا يعينكم وربنا يقدركم ويعني مجهود تستحق الاشاده عليه والله. ربنا يخليك. رجعت لسه حاج محمود عرفت انك كنت بره مصر؟ لا انا رجعت وكنت مع الفرقه في اسوان ماتش كيما اسوان ورجعت وانا في نادي الاسيوطي منتظرين دلوقتي ماتش الكاس بكره ان شاء الله باذن الله. منتظرين فريق الجونه يوم الخميس باذن الله. في اي تحفيز بقى للاعيبه الاسيوطي خصوصا المباراه صعبه قدام الجونه؟ لا احنا للاسف ما عندناش التحفيز. احنا عندنا لائحه من اول الموسم اللعيبه بتمضي عليها لاخر الموسم حتى الصعود مفيش اي حاجه خارج اللائحه مهما حصل. يعني احنا اللائحه بتاعتنا كلها تحفيز واللاعب مستقر وعارف ان اللائحه اللي مضى عليها هي بتتنفذ مفيش حاجه اسمها اجاده ولا في حاجه اسمها لا كله موجود في اللائحه من اول الموسم لاخر الموسم. فما عندناش مشكله مع اللعيبه والجهاز الفني مركز في شغله الفني في الملعب واللعيبه مركزه في شغلها الفني وما عليهم اللي ينفذوا اللائحه بس يعني. تمام. حاج محمود تعليقك ايه على الاحداث مباراه المنيا والعقوبات اللي حدثت وانا عارف ان كان في قرارات داخليه من نادي الاسيوطي؟ لا احنا نادي الاسيوطي كنا طرف بيدافع عن نفسه يعني احنا بنحترم نادي المنيا. نادي المنيا نادي عريق وبتربطنا بيه علاقات قويه بمجلس الاداره لكن للاسف انا ما اعرفش المواضيع تطورت ليه يعني احنا طبعا ناسف الاحداث لان اي حاجه تسيء للمنيا تسيء للاسيوطي
لان المنيا ده فخر لكل الصعيد، واحنا بنفتخر بنادي المنيا من زمان قوي، لان نادي المنيا كان بيمثل الصعيد سنوات طويله بنجوم في الدوري الممتاز ومنتخب مصر. فاحنا نادي المنيا اي حاجه تسيء ليه تسيء للاسيوطي، فاحنا نادي نادي واحد. ف يعني على خط طيب بين مجالس الاداره والموضوع عدى بخير، وهي ازمه زي اي ازمه في مباراه، لكن بعد مباراه بالعكس ده هم كانوا لو في وقت كانوا حضروا مباراه مصر وغانا معانا بعد المباراه، والامور ما فيهاش اي حاجه خالص. وفريق 97 هيلعب في المنيا بكره في المنيا، وانا واثق ان هم هيستقبلوا فرقه 97 احسن استقبال، لان العلاقات طيبه ما بين الناديين. حاج محمود اخر سؤال، شايفين ماتش الجونه ازاي؟ ماتش الجونه زي اي ماتش، لان ما فيش الماتشات السهله هي الصعبه، ولكن انا بعتبر دايما يعني انا سافرت مع 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 الفريق اسوان، ماتش كيما اسوان تمام، علشان اللعيبه ما تاخدش انطباع ان الماتش اديهم احساس ان الماتش ده هو دايما الماتشات اللي عايز يصعد، فالماتشات السهله هي المباريات الصعبه. اما الماتشات اللي زي الجونه فرقه محترمه وعندهم مدرب ستيفن احنا بنعرفه كويس، مدرب بيشتغل الفكر اوروبي وبيشتغل كويس جدا وبيلعب كوره وفرقه بتلعب كوره، واحنا عارفين طريقه ستيفن في اللعب ازاي بيلعب كوره. فانا نفسي مشتاق ان انا اشوف المباراه دي، اتمنى ان المباراه دي كمان تزوقها على الهواء، لان المباراه دي هتبقى مباراه كره قدم حقيقيه في مجموعه الصعيد ما بين فريقين كانوا في الدوري ممتاز وعندهم طموح الصعود للدوري الممتاز. فاحنا بنرحب فريق الجونه طبعا، وفي الاخر هي مباراه كره قدم اللي ربنا يوفقه وهياخد الثلاث نقاط، واتمنى التوفيق للنادي الاسيوطي، واتمنى طبعا ان المباراه تطلع بصوره لائقه ومشرفه ومستوى فني يمتع جماهير مصر كلها باذن الله. حاج محمود الاسيوطي اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، وكل التوفيق للنادي الاسيوطي المتصدر حتى هذه اللحظه مجموعه الصعيد ب 18 نقطه. نروح ونكمل ماتشاتنا اللي بعد كده. وكابتن صبري الماتش اللي جاي طهطة وإنا، وفوز إنا بهدف لا شيء، والاثنين كانوا داخلين اللقاء فرق بينهم بونت وحيد، يعني المباراه كانت صعبه جدا. وطهطة الخساره دي ثالث خساره على التوالي لطهطة، وطهطة بعد ما كان بادي بدايه كويسه جدا النتائج ابتدت تسوق معاه. هو بسرعه طبعا فريق طهطة زي ما حضرتك قلت ان هو كان بادئ الدوري كويس، لان هو عنده فرقه كويسه جدا جدا، يعني كل اللعيبه اللي ما وفقتش في الانديه بتاعتها راحت نادي طهطا، وخاصه اللعيبه بتاعت الصعيد يعني اللي واخدين على كده. نادي هنا عمل اعداد كويس جدا جدا، لدرجه ان هو قاعد حوالي 40 يوم في الاسماعيليه معسكر في القريه الاولمبيه، ومعاهم طبعا راعي للفريق. ودي نادي هنا كان اصلا المشكله عنده ماديه بحته يعني تمام، وكان معاه كابتن محمد صنباطي. محمد صنباطي ده من المدربين الكويسين جدا هو كان شغال معاه في الالومنيوم على فكره، وعينه كويسه جدا يعني هو طبعًا. كان جايب حماده يحيى في الالومنيوم، جابه من دمنهور للالومنيوم زمان يعني، والناس لسه ما بتدورش على لعيبه وكده غير نادي انبي بس اللي كان يعني شغال في الكلام ده. فمحمد كابتن محمد صنباطي كان هو اللي مسكهم، هو بس هو سابهم في البدايه، هم اتغلبوا ماتش وبعدين الامور ساءت شويه فمشي. فخلي بالك النادي هنا كمان يملك ملعب صعب جدا على كل اللعيبه، احنا لعبنا فيها حسن ماتش ودي واحنا في الممتاز يعني. فالملعب بتاع هنا اللي هو على البحر ده صعب جدا يعني اي فرقه كبيره هتروح هناك يعني يخسرها يتعادل يعني. فطبعا هو الماتش الماتش بتاع طهطا وانا يعني ايكوال يعني الفريقين متساويين متساويين في كل حاجه، ان بس الماتش كان في ملعب طهطا المفروض ان ملعب سيء برضه كابتن صبري جدا جدا. ما انا بقول لك الاسيوطي كسب مش بحرفنه، هم اجتهدوا ان هم ما يجيش فيهم جول، وبعدين ربنا وفق في كره كده عاليه اتلعبت دبل كيك امامي كده فجابوا جول يعني. فالفريقين ظروفهم متشابهه جدا وعندهم فرقتين كويسين، فاعتقد ان النتيجه يعني ان هنا تخطف الماتش ده من طهطا. برضو يمكن خلي بالك الفرقه اللي بتلعب في ملاعبها بتبقى محتاجه الفوز اكتر، فبتفتح اكتر فبتلعب بتسرع اكتر، فممكن هنا برضو كان قافل وبيلعب على الهجمه المرتده. ما هو ده اللي كان بيحصل ما شفتش الماتش بصراحه، احنا شايفين الاهداف وطبعا جه جول فخلص الماتش على كده. والهدف جه في الدقيقه 15 برضو جه في وقت بدري جدا عن طريق
علاء عبد النبي طبعا وعلى ما اعتقد يوتر برضه كابتن فايز. لا وعلى ما اعتقد انا احرزت خلاص ويوتر كمان يوتر طهطا يوتر طهطا ما فيش لعب كويس ما فيش تفكير كويس وانا طبعا قفل كويس وخلص الماتش على كده. كابتن عماد تعليقك ايه على مباراه طهطا وانا وزي ما قلنا الاثنين كانوا داخلين متقاربين جدا وملعب طهطا كابتن صبري قال لي معلومه حلوه ان ملعب ضيق يعني تحس ان هو كنس كده شويه مش اي حد برضه يلعب عليه ودي ساعات بتسبب مشاكل للفرق الثانيه بتلعب على ملعب واسع ملعب ضيق فواضح ان هنا عانت شويه في المباراه. ينفع بس ارجع ورا سنه صغيره عشان كل مره كابتن صبري يقول حاجه حلوه يخليني افتكر حاجه. لان كابتن صبري اتكلم ايه عمده مش مشكله الحته اللي اتكلم فيها والكابتن حسن بتاعت التشكيل تاني حلو قوي انك تتعامل مع مدرب يعني زي كابتن صبري كده عنده علم بتاع كيفيه وضع التشكيل اصل وضع التشكيل ده مش هسه طبعا وضع التشكيل ده حق اصيل للمدير الفني وجهازه هم ادرى الناس باللعيبه في حاجه اسمها طبعا مش هدخل في التفاصيل لان احنا لو كده هنخلص على يوم الاربعاء في حاجه اسمها الاسلوب الخطوط العرضيه لوضع التشكيل وفي الخطوط الطوليه وفي العمود الفقري وفي الكلام اللي قاله الكابتن صبري بتاع رد الفعل اللي هو ان انا باخد في اعتباري معطيات بتاعه المباراه اللي جايه انا عندي ضغطه ماتشات مثلا فانا هقعد عماد وحسن ومش عارف مين عشان اوفرهم للماتش اللي بعده انا هلاعب النهارده سوهاج مثلا فعندهم باك ليفت زي بلال ده مفتاح لعب مهم جدا فانا عندي لعيب بيفهم كويس قوي لازم ابدا بيه في المكان ده عشان اقف مفتاح اللعب فالكلام اللي قاله الكابتن صبري جميل جدا وحلو ان يكون في مدرب عنده علم ازاي يحط التشكيل لان طبعا الحكايه ماهيش هيصه يعني هنيجي بقى نتكلم على موضوع طهطا وانا لو تفتكر انا كنت معاك اول حلقه لما كنت انا متعادل مع انا في ملعبها وجيت قلت لك احنا خدنا نقطه من فم ديناصور فرقه انا دي مش اي حد ياخد منها نقطه في ملعبها ولكن هم النهارده فايزين بره ملعبهم طهطا كمان فرقه صعبه جدا في ملعبها ومعاهم كابتن ايمن صديق عارف بيعرف يدير الملعب بتاعه كويس جدا جدا راجل عنده علم طبعا راجل بيعمل ماجستير تربيه رياضيه فهو عارف بيعمل ايه عارف لعيبته كابتن صبري بيقول لك ان هو جاب لعيبه لقط لعيبه من انديه تانية لعيبه تقيله جدا حسين الجزار ومش عارف مين ومين ومين وعنده يمكن انت يا كابتن ما صادفتش انت هيثم اللي معاه هيثم السواح راس الحربه ده كان انا شفته كان بيلعب في الدرجه الثالثه ما شاء الله مقرب على 2 متر محطه صعب جدا السيطره عليها فهو عامل فريق محترم انا مستغرب هزيمه طهطا النهارده على ملعبها لان هي كانت فائت مره واحده عملت نتائج حلوه وبعدين يحصل لها ثلاث خسائر واربعه ثلاث خسائر زي ما الفوز بيجيب فوز الهزيمه برضه بتجيب هزيمه للاسف هم عندهم دلوقتي خلي بالك برضه ان هم ولا هم جايبين جوان كتير ولا داخل فيهم جوان كتير يعني هم برضه فريق متزن هنا في نفس الوقت عندهم بقى دولت يعني لا ليهم ولا عليهم الناس صراحه عليهم داخل فيهم اربعه وجايبين اربعه ولكن هنا هتلاقيها مثلا ممكن تنهي لك الموسم في مركز رابع او خامس لان هم بداوا يستفيقوا بداوا يحطوا ايديهم تاني على المشاكل اللي عندهم ويعالجوها انت شايف انا شايف ايه عندك مداخله او حاجه مش كده؟ معايا كابتن ايمن صديق المدير الفني اللي طهطا معايا على الهاتف وكابتن ايمن تحياتي وتحيات ضيوفي الكرام ليك. اهلا بيكم اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا دكتور ايمن يعني طمنا الاول سمعنا ان كان في استقاله اتقدمت اترفضت صح؟ والله انا بعد المباراه نتيجه الماتشات الثلاث هزايم ورا بعض هي اللي اثرت فيك الواسطه انا عارف. اثرت فيك قوي الواسطه انا عارف. والله الواسطه يعني فرقه كويسه ومجتهده واحنا حذرنا مفيش فرق ما بين الفرقه الاخيره في الدوري والفرقه اللي هي رقم واحد اللي هي الاسيوطي. تمام. مفيش اي فرق المستويات كلها متقاربه والله يعني لكن هو الخبرات بتفرق الامكانيات حضرتك وزي ما قال كابتن عماد دربالة ومعاك الكابتن صبر المنياوي ما شاء الله يعني برضه عارفين ان كل مباراه بحساباتها وكده يعني ولكن اللي حصل معانا احنا عدم الخبره من بعض اللعيبه ضيع الماتشات الاخيره والحمد لله احنا ماتش الاسيوطي هزمنا بكوره واحده واخد بال حضرتك ماتش الاسيوطي ماتش سوري الواسطه ماتش الواسطه في 10 دقائق كان اخطاء فرديه والحمد لله عالجناها ماتش هنا يعني فرقه هنا كويسه جدا جابت هدف هدف بدري عليه. كمان هدف لسه كنت بتكلم مع كابتن صبري هدف بدري حافظوا عليه حضرتك واحنا حاولنا نجيبه كده لكن يعني خبره اللعيبه جو الماتش دفعوا هم كويس بامانه يعني فالحمد لله معانا مجموعه لعيبه برضه سنها صغير تمام يعني محتاجه وقت عشان برضه الدوري ده السنه دي صعب جدا غير كل سنه فالحمد لله يعني اتمنى من الله كده نكمل يعني كابتن ايمن نكمل معاه انا ومجلس اداره بصراحه يعني الناس تشكر كلموني يعني والناس ما فيش اي تقصير من الجهاز او مجلس اداره ولكن هو بعض خبرات بعض اللعيبه هي اللي ادت لكده فالحمد لله مجلس الاداره الناس مجددين الثقه فينا والجمهور واللعيبه والحمد لله هنحاول نكمل باذن الله الفتره اللي جايه انا في الملعب بكلم حضراتكم من الملعب تمام انت عندك ماتش بكره في كاس مصر ولا حاجه
عندي الثلاث ان شاء الله التلات. مع الاسيوط في طحطه ان شاء الله. مباراه صعبه. وعندك بعد كده باي الاسبوع اللي بعد كده انت باي الاسبوع اللي بعده باي وبعد كده هلعب المنيا في المنيا. فعلى ما اعتقد عندك فتره راحه مفروض تستفيد منها يا كابتن ايمن. والله ان شاء الله باذن الله نحاول نعوض الاخطاء الفنيه ونشجع اللعيبه باذن الله كده ان احنا نرجع لسابق عهدنا بالدوري. في بدايه الدوري عملنا نتائج كويسه وجبنا 8 بونت ولكن حصل الضرب ده. فكل شيء طبعا كل شيء وكل حاجه يعني بوقتها باذن الله. انا ما مش بحمل اللعيبه النتائج ولكن هم محتاجين وقت فعلا يعني في مجموعه لاعبين صغيرين في السن. تمام. والسنه دي الدوري انا يعني حضرت دوري المجموعتين والدوري المجموعه الواحده. دوري المجموعه الواحده مختلف كليا وجزئيا يعني واخد بال حضرتك. ومش عايز اتكلم على التحكيم ان في التحكيم في ماتشات كتير التحكيم كان يعني ليه دور اساسي. هو جزء من اللعبه التحكيم جزء من لعبه كره القدم. جزء من اللعبه بس هو طالما في اهتمام اعلامي حضرتك وفي اهتمام من اتحاد الكوره يبقى العمليه تكمل بقى بالتحكيم يعني مع لا يعني ان شاء الله يبقى في تحسن في التحكيم الفتره الجايه باذن الله يا كابتن ايمن. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وتحياتي رامي يعني الله يخليك يا كابتن والشكر لاهتمام حضراتكم يعني. اشكرك كابتن ايمن صديق المدير الفني لفريق طهطا. والراجل قال ان انا مكمل على راس الجهاز الفني وكل الشكر لمجلس اداره نادي طهطا ان هم هيكمل خلال الفتره القادمه وبيسندوه. ما فيش اي كلام ان هو عايز يمشي. هو اللي كان تقدم باستقالته ولكن مجلس الاداره هو اللي رفض. عنده مباراه في كاس مصر يوم الثلاثاء القادم مع بترول اسيوط وبعد كده هيكون باي. فعنده فتره مساحه حوالي 5-6 ايام يحاول يصحح اخطائه بعد كده. على فكره يا كابتن فايز انا لما اتفرجت على ماتش الواسطه وطهطا هو اتغلب 3-0 اخطاء زي ما قال الكابتن ايمن وكده لكن ضيع 7 اجوال. اجوال اكيده ضيع 7 اجوال. وبعدين هي المشكله السنه دي في الفرق اللي زي دي يا كابتن ايمن ان الادارات بدا الموسم فكل واحد عنده طموح انه عايز يصعد. معلش يعني في انديه مثلا فيها حوالي 12000 جنيه دي المصاريف بتاعه السنه دي وعايز يصعد وحاطط في دماغ اللعيبه كده. فهو ما ينفعش ان هو عشان مثلا خسر الماتش اللي فات 3-0 لازم يكسب ماتش هنا فلازم افتح ولازم صح. مشكله كبيره جدا يعني. صح. خلونا نروح نكمل بقيه ماتشاتنا مع كابتن حسن. وكابتن حسن الماتش اللي جاي معاك بني سويف والالومنيوم. يعني بني سويف وكان في تصريح من المدرب العام ان هو كان بيلعب مباراه الالومنيوم وناقص 5-6 لعيبه اساسيه عنده ودي كانت مشكله كبيره جدا. بالاضافه ان الالومنيوم احرز هدف مبكر جدا في الدقيقه 5 عن طريق مؤمن بدوي. يعني بني سويف بيلعب على ارضه مع كابتن ايمن جاب الله طبعا عايز يطلع من المركز اللي هو فيه. كان داخل اللقاء عنده 6 بونت وبيلعب على ارضه بيلعب برده فرقه مش سهله فرقه الالومنيوم عندها المركز الخامس وكانت داخله اللقاء ب8 بونت. فكان المباراه صعبه ليه وتصعبت بالغيابات والهدف المبكر. بص يا كابتن الماتش ده من الماتشات الكويسه الماتشات القويه الماتش في بني سويف. بني سويف انا لعبت بني سويف اول ماتش تعادلنا 2-2. انا شايف ان هم فرقه محترمه جدا عندهم لعيبه محترمه ومدرب وجهاز محترم. انا شايفهم انهم هيقدروا يعملوا حاجه في اللي جاي ان شاء الله. الالومنيوم ان انا متربي في الالومنيوم. الالومنيوم الانديه المحترمه جدا والكابتن صبري عارف الكلام ده. انديه دايما كل سنه لازم بتلعب على الصعود ما عندهاش تهريج كل سنه حتى لو هي عندها يعني عندهم ظروف لازم بيلعبوا على صعود دايما فرقه بطوله. فمن الماتشات الصعبه على الفرقتين انا شايف النتيجه نتيجه طبيعيه. ربنا يوفق الفرقتين ان شاء الله في اللي جاي. وهيكون ترتيبهم في المراكز الاولى هم الاثنين في اللي جاي لانهم فرقتين كويسين جدا ويعني وعندهم الطموح انهم يبقوا في المراكز الاولى. والالومنيوم بالذات عنده طموح ان هو يصعد. احنا بنشوف مع حضراتكم الاهداف وده هدف التعادل احرزه طه نادي وده تاني هدف ليه على التوالي على فكره خلال الاسبوعين اللي فاتوا ويصل برصيد اهدافه لخمس اهداف. واحد من اللعيبه المميزه جدا كره طويله زي حضراتكم شايفين من قبل نص الملعب طبعا للناحيه داخل منطقه ال 18 بيتم التحجيز عليها بشكل كويس جدا وبيلم وبيدي ثرو باس كده وبيحطها بطن القدم بشكل كويس جدا. كابتن عماد لو بصينا على نتائج الالومنيوم بره لا بيعرف يلعب بره يعني ما بيخافش يعني فريق كويس بيهاجم ليه 8 اهداف وعليه 8 يعني لا ده عفوا ده بني سويف ليه 8 وعليه 8 الالومنيوم ليه 11 وعليه 5 من ثاني اقوى خط هجوم. وزي ما قلت لحضرتك بيعرف يلعب بره يعني كسب المنيا في المنيا
وكسب اول ماتش 1-0 اول مباراته اتاجلت مع الجونه بسبب السيول اتعادل مع الفيوم في الفيوم 0-0 وكسب وتعادل مع بني سويف في بني سويف ففرقه بتعرف تجيد بره ارضها خسر الماتش اللي فات 3-2 من خسر بثلاث ضربات جزاء بص يا كابتن بص يا كابتن في نقطة عايز اتكلم فيها ويا ريت كمان الكابتن صبري يضم صوته ليا في الموضوع ده لان الموضوع مهم جدا. انا هوجه كلامي لادارات الاندية في جمهورية مصر العربية كلها. يا ريت يا جماعة لو سمحتوا اسمعوا الكلام ده لان الكلام ده مهم. تحس ان المدرب في مصر ده واحد مالوش اهل يسألوا عليه. يعني بص كابتن ايمن صديق ايمن صديق ايمن صديق الراجل ماشي مع فرقه امكانياتها مهمة ماشي الجونه ولا الاسيوطي يعني اللي هم فيه لحد دلوقتي ده بالنسبه لهم انجاز كويس صح. كابتن خالد متولي مع نتائج وكابتن خالد متولي اول خبره ليه كمدير فني في الممتاز به ولسه مش عارف الناس يعني يمكن بيساعده هناك احمد زكي مدرب الحراس والكابتن سيد قاسم مدير الكره الناس اللي هم عندهم خبره بالمجموعه اتفاجئت ان اليوم ما اتهزم الكابتن خالد متولي الماتش اللي فات 3-2 من التليفونات والاداره قاعده والجمهور قاعد وشايفين ان هو اتغلب بثلاث ضربات جزاء الاقي تاني يوم ان الكابتن خالد بيتقدم باستقالته قال واحنا جددنا الثقه فيه يا جدعان هو احنا المدير الفني في مصر بيتعاقد معاكم لماتش واحد ولما يكسب العقد بتاعه يتجدد للماتش التاني هو احنا ده العقد بتاعنا معاكم لا طبعا انت كاداره محترفه واحنا دلوقتي بقينا انديه محترفه ما احنا دلوقتي بقينا في التلفزيون زينا زي الدوري الممتاز بالعكس احنا يعني يمكن انت دلوقتي فايز ثروت انت تعتبر اشهر مقدم برامج في مصر دلوقتي عشان الممتاز به لان احنا لان انت عندك دلوقتي تعتبر اكبر نسبه مشاهده في مصر قاعده احنا كذلك كمدربين في الممتاز به يا جماعه احنا لنا تمن احنا ناس مدربين شاطرين اسماء كبيره جدا انت عندك كابتن صبري المنياوي وعندك كابتن خالد القماش مش عايز اعد ولكن يعني اسماء كثيرة كابتن نبيل محمود اسماء عظيمه وناس ليها تاريخ فانت انا تعاقدي معاك لمده موسم انت اتفقت معايا النهارده مثلا المنيا او الالومنيوم قلت لي يا كابتن صبري تعالى انت حابب تمسك المنيا عشان تصعد السنه دي ما صعدتش خلاص في نهايه الموسم قول لي يا كابتن صبري شكرا لكن ما بقاش انا كل ماتش يجي عليا كورنر انا قاعد حاطط ايدي على قلبي هتجيلي سكته قلبي عشان النهارده لو الكورنر ده جه فيها جون هيمشوني بعد الماتش صدقني والله يا كابتن فايز انا كل الناس اللي استقالت من الدوري الممتاز ما استقالوش كلهم استقالوا تجنبا لقرار الاقاله لان الاقاله شكلها مش انا عن نفسي استقلت تجنبا للاقاله لان انا لو ما كنتش استقلت يومها بعد ساعتين بالظبط كان هيفضل الاداري بيكلمك هيقول لي مع السلامه خلاص وحتى مش هيوجه لك الشكر لا والله انت تعال خد شنطتك او هنبعت لك شنطتك على البيت هو الموضوع كده فانا من فضلكم يا جماعه الادارات اتعاملوا معانا على ان احنا ناس محترفين احنا كمديرين فنيين شغالين في الدرجه الثانيه دي احنا ناس مؤهلين ان احنا ندير انديه في الدوري الممتاز من فضلكم اصبروا على الناس ما يبقاش الحساب معانا بالقطع اتكلم لك بقى عن الالومنيوم سريعا عشان عن الالومنيوم احنا قلنا الالومنيوم بني سويف والالومنيوم بني سويف فريق محترم جدا لما كنت بتكلم عنهم مع كابتن ابو العينين شحاته في الماتش اللي كان ماتش تقريبا كان اول ماتش ليه في الدوري بقول له يا راك فرقه بني سويف قال لي بني سويف عندهم ثلاث عيال قال لي نصا كده ثلاث عيال تحت المهاجم عفاريت لان هم راحوا خدوا الناس اللي مشيت من الاسيوطي ويمكن حسن عارف الكلام ده خدوا الناس اللي مشيت من الاسيوطي ومن تليفونات بني سويف لما التليفونات قرر ان هو يقنن المصروفات ساب لعيبه كتير جدا والاسيوطي مشى لعيبه كمان كلهم راحوا بني سويف فرقه بني سويف فرقه محترمه جدا وفرقه تقيله في نفس الوقت الالومنيوم خرج من اخفاق مهمه جدا الماتش اللي فات لما خسر 3-2 من التليفونات واعتقد النهارده تعادله مع بني سويف في ملعبه 1-1 يعتبر نقطه بتعمل مكسب لبني سويف للالومنيوم وفي نفس الوقت بتعمل مكسب لبني سويف خلونا نشوف اللقاءات ما بعد المباراه وهل الناس راضيين بالنقطه ونقطه زي ما كابتن عماد قال ان المفروض هم الاثنين يكونوا راضيين عشان المباراه كانت صعبه ونرجع ونكمل مع حضراتكم بقيه ماتشات مجموعه الصعيد هي دي كرة القدم طبعا لكن احنا بنشتغل الحمد لله عملنا تيم وعملنا احلال وتجديد للفريق في بعض اللعيب برضو بينقصوا من الخبرات لكن احنا لينا هدف احنا نسعد طبعا ولكن طبعا في اخطاء كتيره جدا تمام في الجيم النهارده مش هنتكلم عن التحكيم يعني برضو احنا بنحترم التحكيم طبعا لكن برضو بنبص للكابتن رضا البلتاجي يكون لي بس نظره عامه يعني عن التحكيم ولكن احنا برضو بنحترم حكامنا بيخطئوا لان هم بشر لكن برضو في برضو مواقف كتيره جدا برضو بتخرج التيم عن النواحي الفنيه بتاعته بتاثر على الاداء لكن انا بتكلم ان احنا في الشوط الثاني الحمد لله يمكن عملنا بعض التغييرات ده فنيا مع التغيير في الشوط الثاني امتلكنا نص الملعب ضيعنا بعض الفرص في الشوط الثاني وهم برضو فرقه محترمه ضيعت برضو بعض الفرص
الحرس، ولكن طبعا نزيف النقاط ده طبعا اكيد هيفرق معانا في الاستمراريه طبعا، ولكن اكيد كل ما بتشتغل في سلبيات وفي ايجابيات، الايجابيات بنحاول نحافظ عليها ونزودها، السلبيات بنشتغل عليها عشان نحاول نحولها لايجابيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا شفت الماتش، الحكم جه علينا قوي، ضيعنا فرص كتير قوي، واللعيبه بتاعت بني سويف في الشوط الثاني وقعت بدني، فالحكم بصراحة يعني هو بوظ ماتش من أول ده لآخر دقيقة. وانتوا يعني لو تعيدوا الماتش في 3 ضربات جزاء علينا، الماتش اللي فات بتاع اتفاق بني سويف اتحسب علينا 3 ضربات جزاء، فيعني لو كان ده حقنا النهارده كنا خدنا 3 بونت. بس والله ده كل ماتش كده، والله احنا بنتعب كتير بنروح كتير، بس في حاجه غريبه بجد، احنا كل ماتشات بنموت بنفس الطريقه كده، وانت شفت الماتش عامل ازاي، وبرضه بنطلع بالتعادل، في حاجه غريبه، وان شاء الله نركز في الماتشات اللي جايه، وباذن الله ربنا يكرمنا في الماتشات اللي جايه باذن الله. لسه مكملين مع حضراتكم، ونروح بقى لتجربة تليفونات بني سويف وتغيير مدير فني كابتن شديد إناوي، ومسك المدرب العام واحد من أبناء تليفونات بني سويف كابتن أحمد شعبان. فاز المباراة السابقة على الألمونيوم بثلاث ركلات جزاء، وكابتن خالد متولي قال لك هما ثلاث ركلات صحيحة وشفناهم مع حضراتكم. رجع كرر الفوز مرة تانية على النصر الفكرية بهدفين مقابل لا شيء، وصل ل 13 نقطة خليته في المركز الثالث. وعلى فكرة وده من بق مجلس إدارة تليفونات بني سويف، إن هما ما كانوش متوقعين أو متخيلين ده قبل بداية الموسم، حتى اللائحة اللي كانوا حاطينها لائحة يعني ضعيفة جدا، عشان ما كانوش متخيلين. حتى كان معايا أحد أعضاء مجلس الإدارة قال إن اللعيبة اللي معانا جاية كلها تسوق نفسها، كلهم جايين يلعبوا موسم عشان يظهروا بشكل كويس عشان يروحوا أندية بعد كده، ولكن ماشية لغاية دلوقتي مع تليفونات بني سويف بيقدموا مباريات كويسة جدا. الفوز الثاني على التوالي. على الجانب الآخر الفكرية كان داخل اللقاء بأربع نقاط، وآخر أسبوعين قبل الأسبوع اللي فات كان تعادلين، فكان نزيف النقاط استمر مع نصر الفكرية. وكابتن صبري شفت المباراة ازاي والتليفونات ونصر الفكرية؟ طبعا أنا بشكر كابتن أحمد شعبان وكابتن أحمد سعد إن هم بصراحة ماشيين بالطريقة دي في الغلاف اللي هو الضيق جدا عليهم ماديا يعني، وبصراحة هم عاملين نتائج مبهرة خاصة ماتش طبعا الألمونيوم. وخلي بالك الماتش اللي صعب اللي هو كسبه الثاني ده الفكرية، هذا أصعب من الألمونيوم خلي بالك والله. فريق الفكرية فريق كويس جدا يعني. فطبعا شكر ليهم وشكر للعيبة، وخلي بالك زي ما انت حضرتك قلت ان هم جابوا لعيبة مش معروفة، يعني لعيب عنده 20 سنة 21 سنة 22 سنة مشي من النادي ملوش مكان او متأخر راح لهم هيلعب ببلاش، صح. هو عايز يسوق نفسه زي ما انت اتكلمت وكده، فكله بيلعب يا كابتن حسن يا كابتن ايمن بيلعبوا مش عايزين فلوس، هم عايزين السنة الجاية يعمل ايه. فدي حاجة مهمة جدا جدا يعني. تاني حاجة طبعا ان هم بيلعبوا على ملعب الاسيوطي، مظبوط، والملعب كويس واخدين عليه، لان بني سويف ده ممكن للسنة الموسم الثالث بيلعبوا على ملعب الاسيوطي يعني شبه ملعبهم يعني. ده جول حلو يا كابتن طبعا صبري يعني احرزه سمير فكر في الدقيقه 78، والشوط الاول كان انتهى بالتعادل السلبي 0-0. لا واضح يا كابتن صبري وكابتن عماد وكابتن حسن، لا لعيبه مهاريه، لعيبه صغيره في السن بتقف على الكوره، هم عايزين يعملوا حاجه. ودي مهمه جدا يعني. هو بيقول لك انا ممكن اروح نادي مش تليفونات واخد مثلا 3000 جنيه او 4000 جنيه على مدار الموسم كله يعني، لا انا مش عايز فلوس خالص، بس العب في مكان كويس ومع لعيبه كويسه ويعمل نتائج كويسه جدا. طبعا انا مستغرب من نتائج نصر الفكريه تدهورت، لان الفرقه دي فرقه كويسه وعاملين اعداد كويس جدا السنه دي في اسكندريه وفي الاكاديميه البحريه في اسكندريه، عاملين شغل كويس جدا يعني. فطبعا الماتش انا بقول للكابتن احمد شعبان وكابتن احمد سعد الف مبروك، ومعاهم كل الجهاز يعني لانهم كلهم اصدقائي، ف وده طبعا عوضهم عن رحيل الكابتن شديد في نفس الاسبوع، وبعد 3 4 ايام كسبوا 6 نقاط في خلال اسبوع واحد، فدي حاجه كبيره جدا تحسب للنادي يعني. كابتن حسن انتوا لسه ما لعبتوش نصر الفكريه صح؟ لا لعبناهم، لا لعبتوهم في الاسبوع الرابع، كسبتوهم 2-0، لعبناهم في ملعبهم 2-1 2 برضو انا النتائج عندي كلها 2-1 مظبوط 2-1. شفت الفرقه ازاي وبما انك بقى لعبت معاهم؟ هي نصر الفكريه فرقه كويسه جدا طبعا، فيها حوالي 3 لعيبه كويسه جدا، فيهم ناس ماضيه للنادي المصري، 3 لعيبه هم الثلاث لعيبه دول ماضيين للمصري وفيهم لعيب انا يعني كنت في الملعب لعيب كويس جدا بيلعب تحت الفراوده كده مؤمن لعيب والاحرز الاسبوع اللي فات تقريبا ايوه
لا في مروان رمضان كمان. هو رمضان هم الثلاثه دول مؤمن. هم الثلاثه في اسمه هو مروان لعيبه كويسه جدا يا كابتن صبري. بس انا يعني مفاجاه بصراحه تليفونات بن سويف، انا بهنيهم على اداء والمستوى والشكل اللي هم ظاهرين بيه، يعني ما كانش توقع اي حد ان هم يعملوا نتائج بالشكل ده، حتى لينا احنا الفرق المنافسه ليهم بقى يتعمل لهم حساب دلوقتي وبقوا من الفرق المصنفه. ربنا يوفقهم في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. يعني 3 بونت مهمين جدا، والثلاثه اللي قبلهم انا شايف انه كانوا اصعب، ان تكسب الالومنيوم في الالومنيوم ده اختبار قوي لاي فرقه انها تروح تلعب الالومنيوم في الالومنيوم، سوهاج في سوهاج. صح، الفرقه دي ماتشات قويه جدا انك تطلع بيها حتى لو ببونت دي لانها فرق بتنافس على صعود للدوري الممتاز، فانك تطلع بثلاثه بونت من الماتش دي حاجه ممتازه جدا. اتمنى التوفيق ان شاء الله للفرقتين وربنا يوفقهم في الماتشات. كابتن مجدي انا بتفرج على الهايلايت المباراه وملخص المباراه، لا اللعيبه بتلعب لعب جماعي، يعني بينقلوا الكره كابتن عماد مش الطويل، لا بيحطوا الكره على الارض بيظهروا لبعض زي ما انت شايف، بيظهروا لبعض بشكل كويس جدا، خطوطهم متقاربه. يعني لو اتكلمنا على التليفونات وان هم لعيبه مهاريه ولعيبه صغيره كلها في السن وخبراتهم على قدهم، بس لا يعني مقفلين الخطوط كويسه كابتن عماد، عارفين يوصلوا الكره من ورا لقدام كويس جدا. اما كنت في طميه كان عندنا نائب رئيس النادي، بص كابتن عماد نائب رئيس النادي اسمه الاستاذ رمضان، قال لي كلمه حلوه قوي اتعلمتها منه صراحه. قال لي كان بيتكلم مع اللعيبه قال لهم بصوا يا جماعه الفوز والخساره دي اللي انت نازل النهارده ما انتش متوفق اجري، يعني على الاقل اجري. هو ده الحاصل في فرقه التليفونات والجونه. التليفونات والجونه فيهم حته متشابهه جدا يا حسن، ان الولاد صغيرين الولاد بيجروا، وهو ده اللي بيحافظ لك على تقارب الخطوط وعندهم الطموح يا كابتن. ما هو ده الحاصل. يعني بص وده الكتله بتاعت سوهاج احسن قوي جدا، الكتله بتاعت سوهاج هم بيتحركوا ككتله ولكن الكتله كل خطوطها بعيده عن بعضها، وبالتالي ممكن يتم اختراقها وما بتقدرش تجيب جول لانها بعيده عن بعضها في مسافه 80 متر. مزبوط. انما الكتله بتاعت التليفونات دي والكتله بتاعت الجونه فرقه متقاربه في مسافه 50 متر، بالتالي انت بتقدر تعمل كثافه سواء ان انت مستحوذ او مش مستحوذ، بتقدر تعمل شكل كويس، فاهم؟ بتقدر توصل انك تجيب جون وتدافع عن مرماك بشكل كويس. مزبوط. وهو ده المتوفر في فرقه التليفونات. في الناحيه الثانيه بقى نصر الفكريه فرقه عندها 4 اهداف، الفرقه ديت شرسه جدا على ملعبها. انا شفت الماتش بتاعهم، التعادل كان كابتن صبري ساعتها اللي ماسك المانيا مش كده يا كابتن؟ 0-0 تعادل بتاع 0-0 مع نصر الفكريه. بيقدروا يستغلوا ملعبهم حلو قوي يا كابتن، لان الملعب برده ظروفه صعبه جدا، ملعب من الملاعب السيئه. كان في نصر الفكريه بيقدروا يتعاملوا مع ظروف ملعبهم كويس، ما بيكسبوش، ما اصل انت هتكسب مين يعني؟ بس يوقعوا اي حد يا كابتن. يوقعك، ما هو تعادلك مع المنيا كان بدايه وقوع المنيا، مش الالومنيوم يا كابتن، كان بدايه وقوع المنيا في ماتش نصر ده. صح، ماتش نصر الفكريه طبعا مع كل الاحترام لاسم المنيا، ولكن فعلا زي ما بيقول حسن دول هيوقعوا فرق كتير جدا لما يستغلوا ملعبهم. فرق رخمه يعني. بس خلي بالك في حاجه، انا الكابتن صبري فاجئنا دلوقتي بان هم راحوا عملوا معسكر في الاكاديميه البحريه. ده معسكر الاكاديميه البحريه بيتكلف فلوس كتير جدا، اذا الفرقه دي عندها فلوس. هم بيتصرفوا، عندهم اداره شاطره جدا وبيتصرفوا، وعملوا تخفيضات وعملوا دعم من مش عارف مين، وجايبين لبس كويس قوي وشكل كويس ما شاء الله. ده طبعا كويس، حاجه محترمه. غير طبعا اعتقد ان هم كمان خدوا فلوس من النادي المصري البورسعيدي، لان هم خدوا 3 لعيبه من المصري بس من بدايه الموسم الجاي. لان كابتن حسام حسن قال لهم خليهم معاكم على سبيل الاعاره بدون فلوس، خدوا 80000 وخدوا منكم السنه الجايه، لان اكيد برضه هو كان عنده قائمه. خدوا ارجون 80000 في الثلاث لعيبه؟ لا في كل واحد اعتقد. حلو، 240000 هو اصلا هم اداره شاطرة جدا وإدارة متميزة جدا. يعني المنظومة كابتن، المنظومة بالظبط، المنظومة هنا على رأسها حد بيتصرف كويس. أنا شفت الرئيس النادي من كام يوم كان بيتكلم في التلفزيون وكان بيشتكي برضه من قلة الإمكانيات، ولكن يعني إمكانيات فرقة زي ديت مقارنة بفرقة زي طمية، ده دول بالنسبة لطمية عندهم إمكانيات عالية جدا والله يا كابتن. فرقتهم كويسة قوي على فكرة، فرقة كورة. الحاجات دي يا كابتن صبري يعني إحنا ما كناش بنشوفها زمان، المعسكرات والفرق الصغيرة دي تعمل معسكرات. بالظبط، يعني إحنا ما شاء الله في حاجة جديدة بتحصل. بدالي عملت معسكر في الأسيوط، اللي احنا قاعدينها دي، وان احنا الماتشات كلها بتتذاع مباشر كانها في معسكرات بتحصل، معسكرات ولبس، شايفين حاجات كويسه واتوبيسات كويسه، يعني حاجه ممتازه وفي تقدم في المنظومه كلها. ان شاء الله السنه اللي جايه الفلوس اللي هي بتاعت البث الفضائي اللي هتتوزع على الفرق هتبقى قبل بدايه الموسم عشان كل فرقه تعرف تعمل فتره. دي نقطه مهمه جدا. وباقي نقطه واحده يا كابتن صبري، هي حته الملاعب بس، اللي هو في كام ملعب كده هنبقى ان شاء الله كاننا دوري ممتاز بالدرجه الثانيه. معلش، الملعب بيكلف مليون جنيه عشان تعمل ملعب كويس. العب في استادات يا كابتن زي ما انت عامل في الدوري الممتاز، العب في استادات بس. يعني انا دلوقتي سوهاج وطهط، ايه اللي يمنع ان هم الاثنين يلعبوا على استاد سوهاج؟ ايه المانع؟ المشكله ان انت الماتشات ورا بعض وما تقدرش تاجل، يعني واحد هيلعب الثلاث
وهو اصلا هيلعب الخميس بعد كده. كابتن لسه في اضاءه، العب في العب على اضاءه، العب العب العصر والمغرب، العب احنا عندنا كابتن فايز دي السنه دي بس تخلص حاجه جديده جدا ان احنا في الدرجه الثانيه في مجموعه القاهره بنلعب بالليل. يعني في ماتشات بالليل ودي حاجه ما كانتش بتحصل خالص، يعني ملاعب كان بيبقى فيها اضواء وبرده ما بنلعبش بحري كمان، في بعض الماتشات في بحري، ودي حاجه كويسه جدا. النتائج الممتاز بيه ما كانتش بتذاع في الراديو دلوقتي الماتشات بتذاع على الهواء، على الهواء طبعا، يعني كل اب وكل ام شايفين ابنهم بيلعب في طبعا، وده بيحسن من الاداء وبيحسن من النتائج. طبعا انا الناس شايفاني بحاول اظهر نفسي واموت نفسي ان انا اظهر بمستوى كويس. انا عايز اقول لحضراتكم ان تليفونات بني سويف رابع ركله جزاء في مباريتين، لو حسبنا الثلاثه بتوع الالومنيوم وركله جزاء اللي جابوا منهم اول هدف عن طريق محمد مصطفى، فاربع ركلات جزاء، ده معناه ان اللعيبه مهاريه، اللعيبه بتعرف تتسلل ورا خط الدفاع، بيعرفوا يوصلوا للكوره، فده معناه مش بيعرفوا يمثلوا. لا لا كلها ركلات جزاء، حتى ركله الجزاء اللي احنا شفناها ركله جزاء صحيحه، والثلاثه اللي قبل كده ركلات جزاء صحيحه، وده بيدي مؤشر ان لا تليفونات بني سويف فيها لعيبه مهاريه جدا بتعرف تحط الكوره تحت الجزاء، ولاد صغيره ففرقه ممكن تعمل مفاجآت، وزي ما قال كابتن حسن وكابتن صبري خافوا بقى من الفرقه دي عشان الفرقه دي ممكن توقع الفرقه اللي شايف التليفونات التليفونات فعليا هم تاني الجدول على فكره، لان التليفونات لو فاز الماتش اللي هو اللي طلعته اللي هم طلعوه باي هيبقى عنده 16 نقطه، بالتالي هيبقى هو الثاني، خافوا بقى من فرقة تليفونات بني سويف. تعال نشوف لقاءات ما بعد المباراة ونشوف بقى كلا الطرفين قالوا ايه، واكيد تليفونات بني سويف فرحانين ومبسوطين بالثلاث نقاط اللي حطوهم في المركز الثالث. والله الله يبارك فيك. المباراه النهارده زي ما انت شايف حضرتك الهواء كان عامل ازاي، برده كان مؤثر شويه، قدرنا ان احنا يعني حتى الشوط الاولاني برده فرقه الفكريه فرقه كويسه جدا، احنا قدرنا الشوط الثاني الشوط الاولاني يعني ما كانش فيه برده كان فيه حماس عندنا، ما كانش فيه لعب برده على الارض ايجابي، قدرنا ان احنا بين الشوطين قلنا ان الهواء هيكون ضدنا، قلنا لازم نلعب الكره على الارض شويه عشان الهواء ونلعب الكره جامد. الحمد لله في تغييرات حصلت الحمد لله، جنب اللي هناك كريم ما كانش في حالته النهارده، نزلنا بلال رغم ان كريم من افضل اللعيبه اللي موجوده عندي هو وسمير. الحمد لله قدر الاولاد ان هم يلعبوا كره على الارض، وزي ما انت شفت كده عندي راس حربه عالي قوي فتحي دوت يعني، بس هو يعني كلامه كتير شويه، لكن ان شاء الله احنا هنقطع له لسانه ده ان شاء الله. والله الحمد لله يعني الهدف طبعا غالي بالنسبه لي، وكان هدف التاكيد للفوز لينا، والهدف ده طبعا بهدي كل جماهير بني سويف وبهدي لاصحابي وبهدي في الفريق والرجاله بصراحه على اروع ما يكون، يعني رجاله في الملعب كنا جايين النهارده الحمد لله متعهدين على الفوز عشان مثلا عشان نتخطى الصداره نبقى بعد الاسيوط وصاج، والحمد لله ربنا كرمنا بالهدف وكرمنا بالثلاثه بونت الحمد لله. النهارده احنا بنلعب بالاسلوب بنلعب 4 2 2 2 او بنلعب 4 4 2. النهارده السرد باكات بتاعتنا بامانه مش في الفورم خالص، يعني يمكن سبب الهزيمه كور من قلب الملعب المساك ما بيعملش البريس على المهاجم صح، ف بيعدي طبعا بيسيب له مساحه فبيعدي منه وراح عمل الاولى بلين والثاني عدى لداخل الملعب بيه طبعا فالجون الثاني وعمل تصويبه. في المقابل احنا في الشوط الثاني مضيعين اكثر من 3-4 فرص قدام مرمى القصب، بعاني من ما عنديش بامانه ما عنديش راس حربه كويس، ما عنديش الفراو ده كلهم دول 95 و96 فما عنديش الفرود اللي هو اللي يبقى محطه معايا بشكل كويس اقدر استفيد منه في الخط الامامي. لسه مكملين مع حضراتكم ونروح لمباراه الفيوم والمدينه المنوره، والفيوم والمدينه كانوا متقاربين جدا، يعني كل واحد داخل اللقاء وفرق نقطه، الفيوم كان 7 نقاط، المدينه 6 نقاط. النقطه والملاحظ ان الفيوم ده 5 تعادل على التوالي، يعني كل تعادلاته يا 1-1 يا 0-0، وعنده مشكله في خط الهجوم على الرغم ان هو بيوصل، يعني احنا هنشوف الهايلايت مع حضراتكم، الفيوم بيوصل. على الجانب الاخر المدينه المنوره جاي من فوز الاسبوع الماضي على البداري بهدفين مقابل هدف،
ولو بصينا كده على مباريات المدينه المنوره هو لسه ما لعبش الانديه القمه او الانديه اللي هي بتلعب من الاول لغايه السابع او الثامن، فدي بتدل برضو دلاله ان المدينه لم النقاط من الانديه اللي هي اللي معاه في نفس المستوى، يعني لسه ما وقعش مع الانديه الكبيره. كابتن عماد شفت اللقاء ازاي او النتيجه شايفها ازاي؟ الفيوم فريق متزن وفريق محترم، فريق قوي لسه، حتى حسن كان بيقول والكابتن صبري بيقول ان هم عندهم لعيبه كويسه جدا، معاهم مدرب صوته عالي بيعرف يسيطر على الفرقه كابتن ابو العنين، بيعرف يمسك الريموت حرك اللعبة بتاعته كويس. يعني الفرقة دي قبل بداية الدوري كانت ما كانش حد بيتنبأ لها أي حاجة أكتر من إن هم ربنا يكرمهم ويقعدوا. جه الكابتن أبو العينين معاهم، كانوا لاعبين كابتن ماتشات ودية شايلين بالخمسة وستة، أنا راح مش عارف 7-1 تقريبا أو 6-1 من نجوم المستقبل ومش عارف 5-0 من مين. جت النتائج مرة واحدة مع الكابتن أبو العينين ماتشات بداية من الماتشات الودية قبل الدوري تقريبا بأسبوعين، راح اتعادل مع النصر وعمل نتائج كويسة جدا جدا، فهو ظبط الأداء مع الفريق. الناحية التانية من المنورة، ودي فريق يعني انا اتشرفت بادارته قبل كده، فريق محترم جدا عندهم. اقول لك معلومه حلوه جدا عن الفرقه دي، انا كنت اشتغلت فتره مدرب عام في نجوم المستقبل مع جهاز فني ايطالي. تمام. كان شغال معانا نور الزاكي مدرب حراس مرمى، وكان معانا واحد مدرب احمال اسمه فابيان الماني، كان شغال في بايرن ميونخ وشغال حاجه كبيره في المانيا. تمام. فابيان قال على نور الزاكي ده افضل مدرب حراس مرمى شفته في حياتي. هو اللي موجود في المدينه. هو اللي ماسك في المدينه دلوقتي. قال ده افضل مدرب حراس مرمى شفته في حياتي. تخيل، رغم كل المدربين اللي شافهم، راح اشتغل في امريكا وفي قطر وفي المانيا. ليه ما قالكش ليه؟ قال لي فنياته عاليه جدا وبيتعامل مع اللعيبه معامله عمري في حياتي ما شفتها. وهو كان حارس كويس كابتن، انا لحقته. كان حارس عالي جدا نور، هو كان موجود في الالومنيوم، اسم كبير في الصعيد. طبعا الفريق ده السنه اللي فاتت كان بينافس لغايه اخر نفس على الصعود مع انا ومع النصر للتعدين، ولكن ما توفقوش لان كان حصل عندهم دروب كبير جدا بسبب الفلوس، اللعيبه قعدت فتره كبيره جدا ما بتاخدش فلوس، لكن هم فريق محترم جدا، عندهم حارس المرمى بتاعهم وائل، مش عارف تعرفه ولا لا كابتن وائل حمدي. وائل من اطول حراس مرمى مصر، وكان حارس المرمى بتاع سموحه لما صعدوا من الممتاز به للدوري الممتاز. لعب معايا. حارس مميز جدا. كان عندهم اثنين مستكنين السنه اللي فاتت، واحد راح منهم التعدين، واحد مش عارف راح فين، فرقه تقيله جدا. طلع منهم اغاسن اللي كان مع حضرتك في في المنيا، فرقه محترمه بتطلع لعيبه كويسه جدا. فالماتش سعد كمان. وسعد كمان في نص الملعب، فرقه تقيله جدا، ومعاه مولد كمان اسمه عطيته في نص الملعب كان بيلعب معايا. لعيب هايل جدا، لعيب هايل هايل بمعنى الكلمه. كان بيلعب معانا بالمناسبه كمان، عطيته جايب 3 اهداف بالمناسبه، بيلعب معانا كمان ابراهيم كوفي اخو محمد كوفي ديفندر. شبه محمد كوفي بالظبط، وسير كده والجنب بتاعه 3 متر، هو بالملي. هو من 5 سنين. هو بالظبط يا كابتن نفس الولد. الفرقتين عندهم مشكله في التهديف، الاثنين فرقتين حاطين 4 اهداف فقط تقريبا، الوضع الدفاعي بالنسبه لهم 3 اهداف و5 اهداف، يعني متشابهين تقريبا في كل شيء تهديفيا ونفس الوقت في استقبال الاهداف. انا بشوف ان النتيجه بالنسبه للاثنين عادله، ولكن انا مستغرب جدا على ان المدينه انطرد منها لاعب في الدقيقه 30 في الدقيقه 60، يعني كان فاضل 30 دقيقه كامله على ان النتيجه تتعدل. ما اعرفش ازاي الفيوم ما استغلهاش، جايز يكون كان حصل المشكله عند الكابتن ابو العنين، لان انا عارف ان ابو العنين بيعرف يقرا الماتش كويس وقادر ان هو كان يضغط المدينه، ولكن واضح ان الناحيه الثانيه برضو الكابتن بركات ابراهيم قدر يدير الماتش كويس وقدر يتغلب على الثغره اللي حصلت. يعني كابتن صبري، قبل ما نروح للماتش اللي بعد كده وقبل ما نروح لكابتن حسن، كابتن ابو العنين كان ضيفي في احدى الحلقات، وحسيت من كلامه ان هو بيحب التامين الدفاعي قوي، يعني يحب ان هو ما يخشش مرمى هدف، ولو ما دخلش مرمى هدف بيلعب على الهجمه المرتده ويكسب ويامن. كابتن مين؟ كابتن ابو العنين الفني الفيوم. لا لا لا، ابو العنين على فكره يعني بيلعب هجومي على طول ومتحفز ولا هو عشان جه على الفرقه فما كانش عارف القماشه كويس؟ لا، هو جه متاخر. هو يمكن عشان جه متاخر وما عرفش، يعني هو طبعا كان في دمياط وبعدين مشي قبل الدوري باسبوع فمسك الفيوم. فابو العنين انا لعبت ضده وهو في الوسطى السنه اللي قبل اللي فاتت وانا كنت ماسك المنيا. ادي طرد اهو معانا. معلش يا كابتن صبري انا قاطعتك. كابتن عماد كنت ده عمرو ابو القاسم، ده الولد ده لاعب جدا جدا. عمرو ده صانع لعبه ملوش حل. الماتشات بينه وبينه كانت بتبقى عمرو الطريق يعني ده ولا مين؟ لا مش عمرو. فهو عمر كان عنده لعيبه كويسه جدا وعنده خط هجوم متميز للغايه يعني. ف لا مش عمرو. لكن هو اعتقد يعني ان اي مدرب بيبقى واخد على الشغل ده بيشتغل كده باستمرار يعني. كابتن حسن، من نظرتك كده شايف الوضع هيبقى ما هو على ما هو عليه لغايه نهايه الموسم ما بين الفيوم والمديره اللي هم في منتصف الجدول، ولا ممكن يحصل منهم مفاجآت؟ بص يا كابتن، يعني انا اعتقد الفيوم فقدت نقطتين الماتش اللي فات، يعني في ظل الطرد وفي ظل هم الماتش على ملعبهم فقدوا نقطتين. انا شايف فريق الفيوم بصراحه فرقه محترمه. المدينه لو 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 خدت بالك في نتائج المدينه بره ملعبها عندها 4 تعادلات صح، تقريبا 3 ماتشات بره ملعبها تعادل،
بتعمل ماتشات كويسه قوي بره ملعبها. بتعرف تقفل الملعب حتى في ظل ان هم مطرود منهم واحد من الدقيقه 60 برده ما عرفوش يدخلوا فيهم جول. المدينه خسرت من هنا بره وتعادلت مع المنيا في المنيا 0-0 وتعادلت وخسرت منكم 2-1 بس برده بصعوبه يعني. طبعا. وتعادلت مع الفيوم مؤخرا. هم بيعملوا نتائج كويسه بره، عندهم حارس مرمى كويس وعندهم فرقه كويسه. هم نتائجهم جوه ملعبهم وحشه شويه، رغم ان السنه اللي فاتت كانوا فعلا اخر 4-5 ماتشات كانوا بينافسوا على صعود مع التعدين والالومنيوم. انا شايف انه الفرقتين كويسين، وان شاء الله في المستقبل يعني انا شايف الفيوم ممكن تطلع اكتر كمان تطلع شويه تعاند شويه فوق لكن المدينه انا متهيألي انها هتفضل في وسط الجدول. تعالوا نشوف ملعب الفيوم وشهد على هذا اللقاء. يا ترى المدربين قالوا ايه؟ وخلال الاسبوعين اللي فاتوا كابتن ابو العينين شحاته كان عنده مشكله مع التحكيم، يا ترى الاسبوع ده كان برضه عنده مشكله مع التحكيم ولا لا؟ تعالوا نشوف. الحمد لله ان اللعيبه طلعوا السلم الاول والبونت برضو يعني هو ما ينفعناش، لكن اسامح انت عارف انه اهم حاجه في تكوين الفرقه هو اختيارات اللعيبه. لازم تراعي في اختيارات اللعيبه توازن بين الناس الكبيره والناس الصغيره. لازم ما يبقاش انت حاطط ليميت كنادي 20,000 لكل الناس او 30,000 لكل الناس، لازم يبقى في ناس 40 وفي ناس 50 او 3 4 لعيبه يسندوا الفرقه. ما ينفعش دوري قوي زي ده، وده مش دوري ال 11 فرقه اللي انت ممكن تقعد فيه وثلاثه بينزلوا، انت 17 وخمسه بينزلوا، يعني ثلث المجموعه بتنزل، يعني انت عشان تقعد في الدوري ده لازم تصرف ولازم تجيب لعيبه كويسه ولازم يكون عندك بديل كفء. معلش يعني انا بكمل شغل الكابتن هشام، انا اتحطيت قدام امر الواقع ومستمر مع الفرقه لحد ما تتحسن، وشغال وتعبان. احنا نسبه الاستحواذ تقريبا ممكن تتعدي ال 75%، لكن ايجابيه على الجون ما تعديش 30-40%. اول الدوري احنا كده يعني ما عندناش الحميه ولا عندناش يعني الفرود اللي عندنا، ما فيهوش انه يعني يروح الجون يروح يخبط يروح يضرب يروح يجيب يخش باي كوره، دي مشكلتنا احنا. يعني فوق عندنا يعني الناحيه التهديفيه عندنا يعني تكاد معدومه، يعني زي ما جاي مثلا عندنا راحت كابتن احمد خليل وكابتن فوزي وكابتن ناجح، الناس دي كلها برضه لعبت انديه، بس المشكله ان هم برضه يعني ايه يعني لسه برضه ما فاقوش، يعني لسه برضه في يعني في حته ان احنا ايه ماتشات وديه بتاع والكلام ده كله. انا بقول لك النهارده الراجل اللي اطرد ضرني جدا جدا جدا، اطرد في وقت مبكر، غير من التفكير اللي انا كنت بفكره، كان ليا اهداف وانا جاي ليها، كنت بعمل زون وعندي السرعات اللي تقدر تخلص الماتش، لكن قدر الله ما شاء فعل. انا راضي عن اداء فرقتي، ممكن اكون والحمد لله الحمد لله على النتيجه، ممكن مش هقول زعلان عشان ما اقولش بقى يعني بافترا وكده، لكن يعني ان شاء الله الفرقه دي باذن الله باذن الله جايه بشكل كويس. بعتقد وانا راضي عنهم وعن ادائهم النهارده وعن تنفيذهم للكلام اللي قلناه بشكل جيد جدا. عندي مجموعه من اللعيبه يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتظهر بشكل ممتاز في الفتره اللي جايه. الحمد لله طبعا احنا كنا بنلعب ناقصين الشوط الثاني كله، كنا وحشين قوي الشوط الاول، بس الحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا بالنقطه دي. فرقه الفيوم فرقه محترمه، بس ان شاء الله نعوض في اللي جاي ونبقى من الفرق اللي بتنافس على الصعود ان شاء الله. وصلنا مع حضراتكم لاخر مباراه معانا النهارده، وهي مباراه المنيا والوسطى. المنيا والوسطى ليها ظروف خاصه. المنيا خسران الماتش اللي فات بنتيجه 3-2 على الرغم ان هو كان متقدم في الشوط الاول بهدفين، ولكن مونيا مرماه بثلاث اهداف من ثلاث ركلات جزاء، وكانت القياده الفنيه الاولى الكابتن شديد قناوي. لو بصينا ان المنيا كان كسبان 2-0 وخسر 3، ده في حد ذاته كان شيء ايجابي. رجعت لعب مباراه ثانيه امام الوسطى، ودي كانت ثاني مباراه لكابتن شديد قناوي على ارض وسط جماهيره. كسب بهدفين مقابل لا شيء، ودي اول فوز للمنيا واول ثلاث نقاط غاليين للمنيا. على الجانب الاخر الوسطى هو كمان كان جاي من فوز على طهطه بثلاث اهداف مقابل لا شيء، فالمباراه كانت صعبه جدا وخصوصا لكابتن شديد قناوي. تعليقا بقى على المباراه كابتن صبري هو بقى اللي يقدر يفتينا اكتر في المباراه. كابتن صبري شفت المباراه ازاي؟
الاول بس ببارك لنادي المنيا واللعيبه على الفوز الاول ده، والفوز الاول ده كان هيجي يعني. وفريق نادي المنيا السنه دي فريق كويس جدا، لكن يمكن هو اتحط تحت ظروف صعبه شويه، والظروف الصعبه دي برده كانت مستمره مع في الماتش بتاع الواسطه، لان الفريق دخل ناقص 5 لاعبين في الايقاف وكده. تمام. فطبعا الحمد لله الايقاف الاخير اللي هو بسبب مشاكل الاسيوطي بالظبط. فالحمد لله طبعا ان هم كسبوا يعني. فطبعا فريق المنيا فريق قوي، ونادي المنيا نادي كبير ونادي عريق وعنده امكانيات اكثر من نادي الواسطه بكثير يعني. تمام. نادي الواسطه نادي كويس، هو بيعتمد على المعنويات بتاعه سياده المستشار رئيس النادي جمال عويس. سياده المستشار جمال هو اللي بيدي للاعيبه معنويات ويرفع من معنوياتهم يعني، لكن الامكانيات البدنيه الماديه صعبه شويه. وبعدين يعني لما تيجي برضو تقيس ان في 4-5 لعيبه هم اللي عاليين شويه في الوسطه، فده صعب جدا يعني. فطبعا الماتش طبيعي جدا ان المنيا تكسب 2-0، وده حاجة كويسة جدا للمنيا طبعا، ان هم ربنا كرمهم ان شاء الله وبدأوا يكسبوا، وان شاء الله تيجي الماتشات اللي جاية كلها على مكسب ان شاء الله باذن الله. اللعيبة بتعرف تلعب على الترتانة يا كابتن صبري؟ لا والله خالص يعني. وبعدين خلي بالك ماتش المدينة المنورة، احنا انا كنت موجود طبعا في الفرقة، لعبنا بعد يومين بالظبط يعني. احنا اتمرنا تمرين يوم مثلا يوم الثلاث ويوم الاربع تدريب خفيف، فاللعيبة كلها طبعا انت عارف لعيبة مصر كلها عندها خشونه في الركبه. ودي عشان اللعب على البلاط واللعب على الترتان والكلام ده، فالملعب صعب شويه، لكن هم الحمد لله كسبوا وتعودوا عليه ان شاء الله. كابتن عماد، يعني كابتن محمد رمضان كان معايا في حلقه من الحلقات وكان مبسوط قوي بفرقته، بيقول لك لا فرقتي راجعه، وكانت فرقتي راجعه وفرقتي هتقدم، ولكن يعني ماتش المنيا ما شفناش. انا شايف كل الهجمات لصالح المنيا. طبعا انا شفت اللقاء بتاع الكابتن محمد رمضان مع حضرتك هنا. المستشار جمال عنده ميزه حلوه قوي، انا كنت اول مره في حياتي امسك مدير فني فرقه كانت الوسطى. انا كنت لسه جاي من ايطاليا، وهو الراجل شجاع جدا وبيقدر يجيب مدير فني يمسكه هناك. جابني انا برده كابتن ابو حتى لما مسك هناك ما كانش ماسك انديه كبيره، كان لسه برده اسمه ما ترددش. كابتن محمد رمضان برده اعتقد ان هي اول خبره ليه كمدير فني، اول مره يشتغل هناك. فالراجل جريء جدا صراحه، بيقدم وجوه جديده. كابتن محمد رمضان انا شايف ان هو واحده الفرقه هتيجي معاه، لكن حته ان هي تكون الحصان الاسود اعتقد الموضوع هيكون صعب قوي. على الجانب الاخر المنيا بتواجه مشكله كبيره جدا اللي بيتكلم عليها الكابتن صبري، فريق ازاي بيتمرن على ملعب نجيل طبيعي وبعدين تروح تلعبه على ترتان في ماتشات، فانت كده بتتواجه بظروف صعبه جدا بتصعب عليك مهمه ان انت تفوز. ناهيك عن ان الفرقه عندها اصابات، كان في واحد قال لي يا كابتن في حد عندك كان عنده رباط صليبي من قبل الدوري ما يبدا بكام يوم. لا جاء في ماتش سواج لعب، هو لعب ماتش اول ماتش بتاع وبعد كده حصل له رباط صليبي، ثاني ماتش جاله رباط صليبي، ولاعب مهم جدا، لاعب مهم جدا، احسن لعيب في الفرقه. احسن لعيب في الفرقه مصاب، هو كان بيلعب في الاهلي. في نفس الوقت حصلت الايقافات بعد ماتش الاسيوطي، في الفرقه بتتواجه بظروف صعبه جدا. اتمنى ان دي تكون الاستفاقه بتاعت المنيا، وان كانت برضو ما تقدرش تعول عليها قوي، لان انت فايز على الواسطه فريق بيصارع هبوط. صح. فهل الصحوه بتاعه، وطبعا صحوتك قدام الاسيوطي دي صحوه استثنائيه، هل الصحوه دي هتستمر في الماتشات الجايه بقى قدام ديروت وهنا وباقي الانديه، وتشوف انت بتكسب؟ هو ده اللي احنا نشوفه بعد كده. طيب كابتن حسن، سريعا تعليقك ايه على نتيجه المباراه، وهل النتيجه طبيعيه ولا لا؟ اكيد يا كابتن النتيجه طبيعيه. الواسطه في المركز ال15 يعني اتمنى ان هم يحسنوا من مراكزهم ان شاء الله، مركزهم في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. المنيا طبعا مش وضعها الطبيعي ولا مركزها الطبيعي اللي هي طبعًا. فيه المفروض يعني المنيا كلنا عارفين اسم كبير ومكانها الطبيعي انها تبقى بين الاسيوطي وسوهاج والتليفونات والجونه والفرقه دي، وانها تنافس على البطوله وانها تصعد دور ممتاز. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وربنا يكرمهم انهم يحسنوا، واكيد ان شاء الله انهم هيحسنوا من مركزهم ان شاء الله، وهيبقوا على الاقل في اول 6 مراكز ان شاء الله. ان شاء الله. خلونا نشوف لقاءات ما بعد المباراه، مباراه المنيا والواسطه واول فوز للمنيا تحت قياده كابتن شريف ايهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بهني اللعيبه على الاداء، الشوط اللي احنا عملناه الشوط الاولاني ادوا بشكل جيد. انا لعبت النهارده باربع ناشئين من النادي تحت مواليد 97، وهم دول ذخيره النادي مع اللعيبه الموجوده، قدرنا نوظف لعيبه في اماكن جديده. النهارده الشوط الاول يعتبر جيد جدا، الشوط الثاني متوسط،
انما انا مسكت قعدت صياغه الامور من اول وجديد، قعدت الثقه للاعيبه اللي كانت مفقوده طوال، لان نادي المنيا مش هو ده ترتيبه، نادي المنيا ترتيبه المفروض في المنافسه. الاعداد ما كانش جيد، انما انا جينا الحمد لله قدرنا يعني في الاسبوع اللي فات ده نحط النقط على الحروف، ودخلنا طعامنا بالناشئين عبد المحسن وكريم ومنتصر. معدل السن النهارده 24 سنه، في كان معدل السن قبل كده 29 سنه او 30 سنه. طبعا المعدلات دي بتفرق في الاخر البدنيه. في الاول انا بهدي الفوز دوت للجمهور العظيم نادي جمهور المنيا ومجلس ادارته وجهازه الفني الجديد وجهاز الفني السابق، لان دي اللعيبه اللي كونها. وبحب اقول يعني دي بدايه فريق البطل ان هو يكسب ويكمل لاخر المشوار. طبعا ابارك للفرقه وللعيبه والكابتن شديد طبعا، وابارك لاداره النادي وكل جمهور نادي المنيا. طبعا نادي المنيا اسم كبير طبعا، مش يعني انا مش جاي العب، مش جاي في نادي صغير. انت بتقول حرس الحدود الاهلي، اسم نادي المنيا نادي كبير، فبالتالي احنا محتاجين ان شاء الله ان احنا نرجع اسم نادي المنيا تاني، لان ده مش ترتيب نادي المنيا ولا مكان نادي المنيا. فالحمد لله النهارده على 3 بونت ان شاء الله باذن الله، يعني تكون فتحه خير ان شاء الله للماتشات الجايه، وباذن الله تكون المكسب بيجيب مكسب ان شاء الله، وان شاء الله نكسب الماتشات الجايه وان شاء الله ننافس باذن الله. ولاد الشوط الاولاني ما عملوش حاجه من اللي احنا قلناه، اللعب بدا يبقى فردي، كل واحد بيعتمد على نفسه في الاداء، كل واحد افتكر ان هو المكسب اللي فات هو اللي عمله، هو اللي سجل الاهداف. الولاد اتوهموا ان هم ممكن يكسبوا في اي وقت، وده مش موجود في الكوره. بين الشوطين دخلنا كلمنا وقلنا صححنا الاوضاع وصححنا المسار. زي ما حضرتك شفت وجماهير شافت كلها ان المنيا حطونا في 18، ما بيطلعوش الا بالكور الطويله. الشوط الثاني كله بتاعنا، كله الخطأين الاولانيين، خطا من الحارس وخطا من اللعيب ما بيضغطش، كلها اخطاء فرديه بتدل على ان عدم وعي اللعيبه بالكلام اللي احنا بنقوله سرحان بموجود. زي ما انا قلت لحضرتك برضو قبل اللقاء ان حته الغيابات الموجوده في المنيا سلاح ذو حدين، لا اما يبقى لينا لا اما ضدنا، واتقلب ضدنا بعد ما كسبنا اللي فات. الناس افتكرت ان المنيا ناقصه، لا، ممكن يكون الولد اللي نازل هيبقى عنده فرصه افضل ان يوصل يقول لكابتن شديد انا موجود، وده اللي حصل. كابتن صبري، ماتش المنيا اللي جاي مع انا في انا شايفه ازاي؟ هو صعب شويه. زي ما قال الكابتن عماد ان فريق منيا انا في ملعبه صعب جدا، صعب المنال يعني، والملعب صعب، الملعب صعب جدا، والملعب ضيق وارضيته سيئه يعني. هم بيقولوا اتحسن شويه دلوقتي، بس ما اعتقدش يعني الامور كده. فالمباراه هتكون صعبه على المنيا، والمنيا طبعا بعد الفوز ده ان شاء الله بامر الله يعني تتوقع يعني انهم يكملوا ان شاء الله بعد الفوز. ان شاء الله. كابتن حسن، سريعا لو ليك تعليق تحب تقولي قبل ما نختم. انا الاول يعني. الاول انا سعيد بوجودي النهارده معاك ومع الكابتن صبري والكابتن عماد، ومبسوط جدا. اتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق الجونه، وان شاء الله نقدر نأدي موسم كويس، وان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونصعد. واتمنى التوفيق لكل الفرق ان شاء الله، وربنا يكرم الناس كلها ان شاء الله، والكره المصريه كلها باذن الله ان شاء الله. وانقل تحياتي طبعا لفرقه الجونه، وعايزين بس الموضوع التعصب والتنشنه اللي بتحصل بعد المباريات دي مش عايزينها خالص ان شاء الله. يعني بما انك موجود معانا ومدير الكره، فاكيد هتوصل الرساله دي وانت هتكون قائد ليهم في جوه الملعب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عماد، نورتنا النهارده. ومفيش اي جديد لسه كابتن عماد في اي حاجه؟ والله جالي 3 عروض كده بس بتاع انديه اللي هي المتزايرات ترتيب. صراحه انا خدت قرار ان انا مش هشتغل كده تاني يعني. هقعد في البيت احسن، اصل هروح اشتغل ماتشين وهيمشوني طبعا هنخسر برده. فلا يعني انا قلت اصبر شويه لغايه لما تيجي حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وهتبلغنا على طول اول باول اكيد باذن الله. ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا كابتن عماد. شكرا كابتن حسن. شكرا جزيلا. شكرا شكرا كابتن صبري، تحياتي ليك ودايما بتمتعنا والله يا كابتن صبري. خليك حبيبي، انا متشكر جدا وانا سعيد قوي معاك يعني. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم وحللنا مباريات مجموعه الصعيد بعد الاسبوع السابع. هنطلع لفاصل الاخير، وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم اخر فقرات استاد بلدنا. خليكم معانا.